بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يسعدني في هذه الأمسية أن أكون أتولى مهمة إدارة الجلسة المسائية الأولى لإحدى جلسات المؤتمر الدولي التخصصي الثاني في المعلومات والمكتبات. وبدءاً أرحب بالضيوف السادة أصحاب العلم والفضيلة، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب والمقامات، في رحاب المولى المقدس العميد أبي الفضل العباس عليه السلام. يسعدنا أن نبدأ جلستنا ب يعني دعوة المشاركين في البحوث لهذه الجلسة. أبدأ أولاً بالأستاذ المساعد الدكتور علي الحر لازم، والباحث طبعاً معه الباحث المشارك صفاء زاهر خليل، وأيضاً الباحث المدرس المساعد المدرس الدكتور عمر توفيق عبد القادر، والمساعد المدرس رامي أركان عرب، وأيضا المدرس المساعد ياس خضير علي. يتفضلون. مشكورين. موضوعات هذه الجلسة هي موضوعات حيوية ومهمة، وتصب في مهام وخدمة في مهام المكتبات ومؤسسات المعلومات، وأيضا لها الفائدة الكبيرة للمستفيدين من هذه المؤسسات المعلوماتية والبحثية. الموضوعات اللي تتناول نظم المعلومات ودور أخصائي المعلومات في دعم حركة الوصول الحر. مفهوم الوصول الحر هو طبعاً واحد من المفاهيم المهمة والضرورية التي نادت بها منظمة اليونسكو وأيضاً منظمة الأفلا لغرض إتاحة المعارف إلى جميع المجتمعات والتجاوز الفروقات المجتمعية والجنسية، الفروقات شو نقول عليها، الجنسية أو غيرها، يعني مختلف المستويات. طبعا هو مفهوم أطلقت اليونسكو مفهوم العلم المفتوح، وهذا العلم المفتوح يهدف إلى إتاحة كافة مصادر المعلومات بكافة أشكال وأوعية المعلومات، وأيضا قواعد وأنظمة المعلومات. نبدأ على بركة الله بالموضوع الأول، وهو العنوان الأول: تقييم الأنظمة الآلية في المكتبات الجامعية من وجهة نظر المستفيدين. مكتبة الجامعة التقنية الوسطى نموذجاً يلقيه الباحث الأستاذ المساعد الدكتور علي الحر. طبعاً نبذة مختصرة عن الأستاذ المساعد الدكتور علي الحر. حاصل على، هو من مواليد 1977، حاصل على شهادة الدكتوراه في المعلومات وتقنيات المعرفة. العنوان الوظيفي أستاذ مساعد، وهو يحمل مهمة مقرر الدراسات العليا في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة. له نشاطات عديدة، منها مقرر الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات 2014 إلى 2023، وأيضا سكرتير تحرير المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات منذ 2014 لغاية 2023. أيضا يعني هو تولى مهمة عدة مناصب ومسؤوليات في العديد من المرافق، مرافق المعلومات والمكتبات، منها مسؤول وحدة المكتبة في كلية التربية الجامعة المستنصرية، وأيضا كان مسؤول في مكتبة كلية التربية الجامعة المستنصرية، ومسؤول وحدة المكتبة في مكتبة كلية التربية الأساسية
كثير من المهام اللي يتقلدها على مدى السنوات مما اكسبته، واضح من السي في انه اكسبته يعني خبره في مجال نظم المعلومات. يعمل ايضا كتدريسي في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، وله ممارسة فعلية في تدريس مادة تقنيات المعلومات باللغة الإنجليزية لمعهد الإدارة الرصافة، وأيضا له نشاطات عملية تطبيقية في المكتبة، منها إعداد فهرس إلكتروني موحد شامل للموجود الحقيقي للمكتبة من مصادر المعلومات، وأيضا إعداد المستخلصات للأطاريح والرسائل الجامعية الموجودة في المكتبة، وأيضا رفعها على موقع المكتبة على موقع الجامعة، والبالغ عددها 13,481 مستخلص. عمل نظام تشبيك داخلي انترانيت لشعبة النظم الآلية، وأيضا في طبعا المكتبة المركزية للجامعة المستنصرية، وأيضا رئيس لجنة أرشفة الكتب ومحتويات المكتبة. له نشاطات في تدريس وإقامة دورات الأنظمة الآلية والمكتبات الرقمية في قسم التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية. أيضا له يعني من الدورات اللي قدمها هي التدريس في دورة الأرشفة الإلكترونية، وأيضا دورة استخدام الأنظمة الإحصائية، ودورة في استخدام تقنيات الحاسوب. البحوث المنشورة كلها كانت تصب في نظم المعلومات ونظم الآلية المفتوحة المصدر، وأيضا لديه بحث عن قياس التشابه في الرسائل والبحوث الجامعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولديه أيضا كتب مؤلفة منها التحول من الأنظمة الآلية المغلقة إلى المفتوحة المصدر في المكتبات الجامعية، وهذه دراسة تطبيقية، وأيضا تقنيات وتركيب وصيانة الحاسوب لطلاب المرحلة الثانية قسم الحاسبات، وأيضا قواعد البيانات المرحلة الرابعة قسم الحاسبات، ولديه الكثير من الكتب، كتب الشكر الوزارية وعلى مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات. طبعا السيرة العلمية للأستاذ الدكتور علي الحر غنية وجميلة ومدعاة فخر حقيقة. طبعا جميل أن يكون أخصائي المعلومات يمتلك مهارات تقنية ودراية في عملية التشبيك وعملية الرفع وبناء وتصميم قواعد البيانات، فنحيي على هذه الجهود اللي بذلها في بناء قدراته وتنمية مهاراته، وندعوه لأن يتفضل بإلقاء البحث، وأيضا أن يكون ملتزم بالوقت وهو ربع ساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بالبداية أقدم شكر وتقدير للقائمين على هذا المؤتمر العتبة العباسية وأقسام المعلومات والمكتبات في المستنصرية والبصرة والموصل، وبنفس الوقت أقدم شكر جزيل للأستاذة الفاضلة دكتورة أسهار على هذا التقديم الأكثر من رائع. فيما يخص البحث مات اليوم هو عن موضوع تقييم الأنظمة الآلية في المكتبات الجامعية. بالحقيقة يعني قد يتبادر للذهن أول ما نذكر هذا الموضوع بأنه موضوع قد درس بأكثر من مكان وأكثر من زمان وبعينات مختلفة ومن باحثين مختلفين، شنو الشيء الجديد اللي راح نقدر نضيفه احنا بهذا البحث؟ صراحة من خلال دراسة البحوث اللي بهذا المجال، على اعتبار أن مسألة الأنظمة الآلية هي مسألة مهمة جدا وكل احنا تقريبا اتجاهنا متفقين عليه بأن يكون شغلنا يكون آلي عن ضمن البيئة الرقمية. لاحظت اكو يعني انا والباحث لاحظنا اكو فد دائما اكو فد خلل بسيط، طبعا الكمال لله سبحانه وتعالى، اكو فد خلل بسيط بعمليه التقييم، يا اما ماخذين هالتقييم من وجهه نظر المعايير بس عمليه معايير عالميه يخليها اوكي انت مخلي معايير عالميه، بس هاي المعايير العالميه هل هي تنطبق على البيئه العراقيه؟ لا، ما تنطبق على البيئه العراقيه او البيئه العربيه، او حتى اذا اخذ معيار عربي هل هذه المعايير تنطبق على البيئه العراقيه؟ وهنا مو خلل من الباحثين وانما خلينا نكون واقعيين اكثر، الخلل بين احنا ما نمتلك معيار عراقي موحد للمكتبات الجامعيه او للمكتبات العامه او لاي نوع من انواع المكتبات.
هنا الباحثين قاعد يصطدمون بهاي المسألة، ماكو معيار موحد، فإما يكون عن طريق الاجتهاد وبناء مقياس جديد أو الاعتماد على بعض المقاييس العربية ويقننوها بإتلام بها العراقي، وهي طبعا لحد ما تكون متكاملة. الشيء الثاني، من نلاحظ البحوث الجانب النظري ما مطابق 100% وفق المقاييس اللي موجودة، وهذا خلل مو بس بتقييم الأنظمة الآلية، في كافة عمليات التقييم، تقييم خدمات معلومات، تقييم خدمة مرجعية، أي تقييم. تلاحظ بأن الباحث من يخلي المقياس مالته، نجي على الجانب النظري ما إلى تأسيس، يسأل أسئلة معينة أو أسئلة طارحينها باحثين قبله، وراها من عندها مشتق فقرات، وحتى تكون الفقرات مرات بالصيغة الإيجابية والصيغة السلبية، بحيث من تنجمع الإيجابي والسلبي تطلع النتيجة مبهمة. يعني على سبيل المثال، أنت مقتنع بالنظام؟ يقول لك إيه أنا مقتنع بالنظام. تحب تترك النظام؟ لا ما أترك النظام. يجمع واحدة زائد اثنين، واحدة فقرة موجبة وفقرة سالبة، تطلع عنده النتيجة صفر. فلهذا تكون عندهم دائما نوع من التوقف، وتكون الإحصائيات هي مبهمة. فأخوان، مسألة التقييم، يا إما أختار كل هالفقرات إيجابية أو أختار كل الفقرات السلبية، وكل ما كانت السلبية برقم أعلى هي كانت مو زينة، وكل ما كانت الإيجابية برقم أعلى من عن الوسط الفرضي تكون بهالطريقة. فهاي الفكرة الأساسية. الشيء الثاني، إحنا لازم نختار فد مكتبة معينة حتى نسوي عليها عملية التقييم كعينة، مكتبة تشابه هو بقية المكتبات الجامعية الأخرى من حيث النوع المجتمع اللي تخدمهم، ولو هي كل المكتبات الجامعية تخدم طلاب وأساتذة وحتى الموظفين، بس مرات النوعية تختلف. أكو بعض الجامعات تكون جامعات علمية بحتة أو جامعات إنسانية بحتة. هنا هاي الجامعة هي تضم الاختصاصين العلم والإنساني، فخلص إذن المستفيدين راح يكونوا عندنا من كل الجانبين. الشيء الثاني هو عندنا الطالب صفاء، طالب الماجستير اللي أشرفت عليه، كان هو أحد الناس اللي تشتغل بالمكتبة التقنية الوسطى، أو هو المشرف، هو العفو الأمين العام للمكتبة، فسهلت له هواي إجراءات يأخذها، إحصائيات دقيقة، عملية توزيع البيانات ضمننا بتكون تحت إشرافنا، يعني ما نحتاج مساعدة أو دعم من إدارة عليا، فلهذا كانت النتائج عندنا تكون يعني مضبوطة إلى حد ما. بدينا بمشكلة الدراسة اللي ذكرتها قبل قليل حضراتكم، مسألة التقييم هي مسألة قديمة، بس ماكو عندنا في التجربة التقييم حسب يعني علم الباحث بأن تكون متكاملة 100%. بدينا بالتساؤلات، شنو هو واقع الخدمة الموجودة بالنسبة لاستخدام الأنظمة الآلية، ونرجع ونقول من وجهة نظر المستفيدين وما لنا علاقة لا معايير ولا عاملين بها، وهل هذا الاستخدام بالجامعة أدى دور كافي بتلبية احتياجات المستفيدين أو لا؟ بدينا بأول مسألة، هي مسألة قياس رضا المستفيدين. رجعنا للأدبيات السابقة اللي تخص هذا الموضوع، خاصة عندنا يعني أكثر الأدبيات رجعنا لها الأدبيات القديمة اللي ذكرت بوحدة من البحوث اللي استاذتنا الفاضلة الله ينطيها الصحة والعافية دكتورة منى محمد علي الشيخ، وإضافة إلى الباحثين هواي عندنا. طلعنا دائما شنو المستفيدين، شنو يركزون على شنو، اختار من عندها. بدينا بأول خطوات بناء مقياس حقيقي احنا بنيناه، اللي هو شنو، اشتقاق الفقرات من خلال الجانب النظري. اشتقينا 5 محاور، من هاي 5 المحاور حددناها، وطبعا برجوع للجانب النظري. بدينا أول فقرة هي مسألة الاستخدام، هل هي سهلة بالنسبة للمستفيد أو صعبة. طلعنا من عندها 4 انديكيترات موجودة، كل انديكيتر راح يكون عندنا متساوي مع الآخر في نفس الوزن المتة بعملية التقييم. 4 من عندهن طلعنا حقيقة التكرارات اللي موجودة، لقينا الانديكيتر الأول نسبة مالته جيدة، يعني مسألة الاستخدام الكل ده تستخدم. هاي الخطوة الأولى عبرناها. الفقرة رقم 2 بالمحاور هم 4 مؤشرات رئيسية، هي كانت مسألة تقييم الواجهة. النتائج اللي تنخضت عنها كانت نتائج تقييم الواجهة مالته كلها سهلة بالنسبة للمستفيدين. هنا شنو الشغلة، مو معناته النظام الآلي ده يستخدموه، طبعا احنا داخلنا بس انتجريتد سيستم، ما ناخذ الانظمه الاحاديه، لا النظام ككل متكامل. لقينا بنفس الوقت انه تقييم الواجهه سهل، هذا تعارض ويا هواي نتائج موجوده بالبحوث السابقه. ليش؟ لان كانت ذا بحث قبل 6 سنوات او 7 سنوات كانت اكو شويه مساله صعوبه بعمليه استخدام البرامج، نوعا ما اكو جهل معلوماتي من خلال من قبل الطلبه. احنا بدنا نحكي على فئه يعني اساتذه او موظفين او كذا، لا
نحكي على طلاب كان عندهم نوعا ما صعوبة بالاستخدام. هاي الصعوبة بالاستخدام حلتها مسألة الأجهزة الآلية اللي موجودة، الموبايلات أو استخدام يعني نوعا ما الأمية المعلوماتية بدأت عندنا تضمحل، فكان تقييم الواجهة جيد جدا. تقييم نتائج البحث، تقييم نتائج البحث هنا ما اعتمدنا بس على آراء المستفيدين، أخذنا 6 مؤشرات رئيسية بعملية تقييم الاسترجاع اللي هي الدقة والاستدعاء والسقطات الزائفة، وبنفس الوقت أخذنا معامل التشويش، يعني بس الانتروبيا ما قدرنا نحسبها للرأي المستفيد، مو ذاك الخبرة قوية حتى نقدر نقيس الانتروبيا الموجودة بكل قاعدة بيانات. بالنسبة للاسترجاع كملنا، النتائج اللي وصلت إلى البحث طلعنا نتائج كانت أعلى الأوزان، هي طبعا استخدمنا مقياس ثلاثي الوسط الفرضي بيتش حالة يعني دائما راح يكون عندنا 2، الوسط الحساب الكلي هو طلع عندنا 2.67 وهو أعلى من الوسط الفرضي في مقدار جيد جدا، وبنفس الوقت المؤشر الوسط الحساب ضمن المؤشرات على المستفيدين هي 2.8. هاي النتيجة احنا ما اكتفينا بها، سوينا معامل ارتباط ما بين المحاور الخمسة، هل كانت إجابات الباحثين عشوائية؟ بعض الأحيان يكون المفحوص يكون إجابته عشوائية، نوع من الملل اللي يكون عنده أو يكون عنده نوع من عدم معرفة، أو مرات حتى الحاجز النفسي، واجهة سهلة عليك يسهلة حتى إذا كانت عنده شوية بها صعوبة يقول يسهلة. هاي حتى نتخلص من هذا المشروع ونطلع يعني نتائج حقيقية غير قابلة للتشويش أو للتزوير مثل ما نقول، يعني استخدمنا هنا معامل ارتباط بيرسون ما بين كل محور ومحور آخر، لقينا معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات هو وصل ما بين المؤشر الأول والمؤشر الكلي، هو كان على ما أعتقد بقيت ما مذكور هنا سبيل السلايد، كان يعني حدود 0 عدد صحيح و 72%، هو مؤشر عالي جدا 0 و 72%، وأقل مؤشر كان 0 عدد صحيح و 63%، وهو هم مؤشر عالي جدا في قيم معاملات الارتباط الموجبة، لأن معناته أكون نتيجة شنو؟ نتيجة طردية. بنفس الوقت لقينا مسألة التأثير قسناها بمعامل الانحدار البسيط، لقينا كل عامل من العوامل الأخرى إلى تأثير بنسب معقولة عند جمع المقاييس ككل، وصلت عندنا إلى نسبة 0 عدد صحيح و 67%، وهو مؤشر جدا قوي بين دقة النتائج المستخلصة. وبهذا الموضوع لقينا بأن تجربة الأنظمة الآلية هي تجربة ناجحة، ونرجع نقول من وجهة نظر المستفيدين. التوصيات اللي خرجت بالبحث حقيقة هي إجراء دراسات عن طريق تصميم مقاييس حقيقية تتميز بكافة الخصائص السايكومترية من ناحية الصدق الظاهر بعرضه على الخبراء، وبنفس الوقت على تأخذ التساق الداخلي وأخذ الصدق التوكيدي للفقرات في كل فقرة على حدة، وليس كل المحاور على حدة اللي هاي الأخطاء اللي نوقع بها. يعني هاي أول فقرة. الشيء الثاني راح احنا قسناه من يوم المستفيدين، نقيسه من قبل العاملين ونقيسه بعد من قبل المعايير، ووراها نسوي دراسة كاملة ومعاملات الارتباط والانحدار ما بين المحاور ككل. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا على العرض المركز والمقتضب، وطبعا الأسئلة تكون بعد انتهاء الباحثين من قراءة ملخصات بحوثهم. نبدأ بالباحث الثاني، مدرس الدكتور عمر توفيق عبد القادر، ويشاركه في البحث المدرس المساعد رامي أركان عرب. يلقي الأستاذ محمد الأستاذ عمر. الموضوع هو دور اختصاصي المعلومات والمكتبات في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات من وجهة نظر تدريسي قسم المعلومات وتقنيات المعرفة. طبعا نرجو من الباحث أن يلتزم بالوقت أيضا، 15 دقيقة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا دكتورة على هذا التقديم، وأيضا أحب أشكر مركز السي في ما قريته إذا ممكن. لا هذا حقك. الأستاذ عمر توفيق عبد القادر هو مواليد 1980، مكان الولادة هو الموصل، اللقب العلمي هو مدرس في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة في محافظة الموصل،
تخصصه الدقيق تقنيات المعلومات، ولديه يعني حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من جامعة الموصل، فقط الدكتوراه من الجامعة المستنصرية. نعم، عذرا يعني، وتفضل بقراءة. شكرا جزيلا دكتورة مرة ثانية. أيضا أحب أشكر مركز نظم المعلومات والفهرسة في العتبة العباسية المقدسة على إتاحتي لهذه الفرصة، صراحة أعتبرها الذهبية للالتقاء بالزملاء وأساتذتنا الأفاضل والاحتكاك بهم والتعرف على بحوثهم ودراساتهم في هذا المحفل المبارك. عنوان بحثنا هو دور اختصاصية المعلومات والمكتبات في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات من وجهة نظر تدريسي قسم المعلومات وتقنيات المعرفة. طبعا احنا تناولنا هذا المحور الخاص الذي يتحدث عن وصول او حركة الوصول الحر للمعلومات. الدراسة صراحة تسعى الى التعرف على هذا المفهوم من وجهة نظر التدريسيين في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة في جامعة الموصل، وهو كان محل عين في الدراسة صراحة، ونعرف مدى إلمامهم بهذا البحث وما هو مقدم لدعم هذا المصطلح وكيف ممكن يعني الإلمام بهذا المصطلح. وأيضا خرجنا بنسب مئوية وحاولت الدراسة في مشكلتها أن تعالج هذا المفهوم وكيفية استيعابه من قبل هؤلاء المتخصصين والمعوقات التي تواجههم ومدى الاستفادة منه. أيضا الدراسة سعت إلى بيان اختصاصية المعلومات والمكتبات في حركة الوصول الحر، وذلك من خلال التدريسيين في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة الموصل، والوقوف على مدى إلمامهم وخبرتهم في استخدام التطبيقات والبرامج الخاصة التي تدعم حركة الوصول الحر للمعلومات. إذا أخذنا بشكل عام مفهوم الوصول الحر للمعلومات، هنالك العديد من المفاهيم الخاصة التي وضحت هذا المفهوم، ولكن أهمها ولضيق الوقت سوف أكتفي بتعريف واحد، وهو ما قدمته مبادرة بودابست للوصول الحر، وهو الأفضل والأكثر انتشارا، حيث جاء فيه أن الوصول الحر هو يعني إتاحة النتاج الفكري للجمهور العام، وذلك وبذلك يصبح بإمكان أي مستفيد أن يقرأ هذه النصوص المتكاملة للأبحاث والدراسات وتحميلها واستنساخها وتوزيعها وطباعتها ويبحث فيها أو عنها، وأيضا بإمكانه أن يستشهد بها أو يقوم بتكشيفها أو يحولها إلى بيانات يتم معالجتها عن طريق برمجيات معينة أو يستخدمها لأي غرض شرعي آخر دون أي حواجز مالية أو قانونية أو فنية، باستثناء تلك المرتبطة بما تقدمه شبكة الانترنت ذاته، ولا يحد من ذلك الاستنساخ المقالة وتوزيعه سوى حق المؤلف في التحكم في شمولية العمل وحقه في الاعتراف به صاحبا له أو يذكر اسمه عند الاستشهاد بذلك العمل. هذا هو مفهوم الوصول الحر للمعلومات، وهو يعني صراحة ظهر هذا المصطلح للوقوف كحد فاصل بين إتاحة مصادر المعلومات بشكل مجاني وبشكل لا يقف عائقا في سبيل النتاج الفكري أمام الباحثين، وبينما يتعلق بحقوق المؤلف وحقوق الناشرين. بالنسبة لخصائص الوصول الحر، ممكن أن نحصر هذه الخصائص بثلاث خصائص أساسية، وهي أولا سهولة الوصول، أي تيسير الوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق العلمية ولأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين والباحثين، وهذا لا يتم إلا من خلال شبكة الأنترنت وأدوات الوصول الحر التي يوفرها. النقطة الثانية والخاصية الثانية هي ديمومة الوصول، أي أن هنالك سياسات متبعة في الأرشفة والحفظ على المدى الطويل للمصادر المتاحة، مما يضمن الوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين والمستفيدين بشكل دائم ومستمر دون الخوف من اختفائها أو حفظها. ونحن نعرف أن شبكة الأنترنت وما سنذكره لاحقا من مستودعات رقمية ودوريات الوصول الحر أنها تحفظ النتاج الفكري على المدى الطويل، ويعني وهي غير قابلة للحذف، حتى لو حذفت ممكن استرجاعها بسهولة. الخاصية الثالثة هي مجانية الوصول، حيث أن الوصول الحر إلى مصادر المعلومات يكون بشكل مجاني، أي أن الحصول على المعلومات
سيكون بدون أي مقابل مادي، سواء كان اشتراكات أو رسوم أو شراء. كذلك عدم وجود قيود الاستخدام المتعلقة بالتراخيص الخاصة لهذه المصادر. أما من حيث أدوات الوصول الحر للمعلومات، فهناك عديد من الأدوات، ولكن أهم هذه الأدوات هي أولا دوريات الوصول الحر، وهي الدوريات المحكمة التي تتاح مقالاته بصورة رقمية لجميع المستفيدين دون أي نفقات للإفادة منها، حيث أنها لا تعتمد على النموذج الاقتصادي المبني على الاشتراكات التجارية لأجل جني أرباح مالية، إنما تقدم للباحثين بشكل مجاني. الشكل الثاني والأداة الثانية هي المستودعات الرقمية، وهي قواعد البيانات التي يتم حفظ الملفات والعناصر الرقمية بها، حيث يتم تخزين العناصر داخلها من خلال بيانات وصفية لكل عنصر، وتتصف المستودعات الرقمية هذه بالتراكمية والاستمرارية، وتؤدي عمليات الجمع والخزن والاسترجاع، وتعتمد على الحفظ الطويل المدى الذي يعد من أهم أدوارها. أيضا هنالك شكل آخر وأداة أخرى هو الأرشيف الرقمي، أيضا ينطبق عليه ما ينطبق على المستودع الرقمي. من ناحية المهارات المطلوبة من اختصاصي المعلومات في دعم حركة الوصول الحر فهي عديدة، ولكن نذكر أهمها أنها تتطلب من اختصاص المعلومات أن يتمتع بمجموعة من المهارات تمكنه من دعم حركة الوصول الحر للمعلومات، وكذلك القدرة على التعامل مع نظم إدارة المحتوى الرقمي وإدارة المحتويات الرقمية، وكذلك القدرة على التحكم في عملية النشر العلمي في البيئة الرقمية، وأيضا لديه إمكانيات في التحكم بتقنيات الويب 2 والقدرة على إدارة المحتويات الرقمية والأرشفة الذاتية وتدريب الباحثين وإقامة الورش التدريبية أيضا فيما يتعلق بالوصول الحر للمعلومات ونشر ثقافة الوصول الحر بين الباحثين والمتخصصين في المجال، ومساعدة كذلك المستفيدين في مهمتهم للوصول إلى هذا المحتوى أيضا. العملي. نعم دكتور، هذا فيما يتعلق بالجانب النظري. أما دراستنا العملية فإحنا أخذنا طبعا عينة عمدية، وهي التدريسين في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة في جامعة الموصل، وعددهم 14 تدريسي، وتم الاستعانة باستبانة وزعت عليهم، احتوت على مجموعة من المحاور، وكل محور فيه مجموعة من الأسئلة، وتم صياغة هذه الفورمة أو الاستبانة بمجموعة من الأسئلة وتعدد الطرق الإجابة على هذه الأسئلة. صراحة يعني الدراسة طويلة فاختصرناها بمجموعة فقط من الجداول، يعني تقريبا 14 أو 15 جدول، أخذنا منها تقريبا 2 أو 3. نعم الأهم الجداول أو النتائج والنسب التي توصلنا إليها. أولا هو مدى المعرفة بمفهوم الوصول الحر، حتى نعرف هل اختصاصينا وتدريسينا توصلوا إلى هذا المفهوم وهضموه أم ماذا. وفعلا النتائج تظهر أن هنالك يعني أغلبية العينة استطاعت أو وهي محيطة بمفهوم الوصول الحر وأدوات، وذلك لأسباب عديدة، أهمها هو التعامل المستمر مع أدوات الإنترنت والخبرة المتراكمة. إضافة إليه فهي الخبرة المتراكمة بخصوص بحكم التدريس وحكم طبيعة التدريس في أقسام المعلومات والمكتبات، وأيضا الورش المتعلقة بهذا الموضوع، فلديهم خبرة لا بأس فيها بمفهوم الوصول الحر للمعلومات. أيضا من ناحية مدى القدرة على التعامل مع أدوات الوصول الحر، هل لدى باحثين أو متخصصين القدرة في التعامل مع أدوات الوصول الحر؟ وما هي هذه الأدوات؟ أهمها هي قواعد البيانات والمستودعات الرقمية ودوريات الوصول الحر والأرشيفات الإلكترونية وأيضا الفهارس الآلية. رأينا أن النسبة الأكبر جاءت لدوريات الوصول الحر. لماذا؟ السبب واضح، وهو قدرة باحثينا على النشر في هذه المجلات. دوريات الوصول الحر متاحة للجميع، سواء كانت دوريات محلية أو دوريات عالمية في مستوعبات مثل سكوبس وكلارفيت، فمن خلال التعامل فيرون أن لديهم القدرة. نعم دكتور إن شاء الله، يعني صراحة وقت شوي ضيع. نعم لديهم القدرة أنه يتعاملون مع دوريات الوصول الحر، ونزولا بالنسب في استخدام المستودعات الرقمية والأرشيفات الإلكترونية وأيضا الفهارس الآلي، ولكن كلها نسب طيبة وتعتبر يعني بمستوى عالي. من ناحية إفادة المستفيدين،
من أدوات الوصول الحر. أيضا من وجهة نظر هؤلاء الأساتذة رأينا أنه هنالك العديد من النقاط، ولكن أركز على النقطة الأعلى نسبة وهي تسهيل عملية وصول الحر للمعلومات بشكل حر ومجاني للمستفيدين، وهذا ما يجعل يعني يجعل هناك تفاعل بين المتخصص وبين المستفيد. فبإتاحة هذه الأدوات ممكن أن هنالك علاقة ربط بين التدريس والمستفيدين، فأتت هي بالنسبة الأعلى وكانت 86%. أما من ناحية دور اختصاص المعلومات في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات، فطرحنا مجموعة من الأفكار وقام الأساتذة مشكورين بالإجابة عنها، وهي دعم النتاج الفكري في مجال التخصص والتخصصات الأخرى، وأيضا استثمار التكنولوجيا الحديثة من قبل المتخصصين في مجال المعلومات وحماية الأعمال المنشورة بواسطة أدوات الوصول الحر، وأيضا توعية الباحثين والمستفيدين بأهمية استخدام أدوات الوصول الحر للمعلومات، وأيضا توجيه الأساتذة والباحثين وهي النسبة الأعلى لإيداع بحوثهم في المستودعات الرقمية التابعة لمؤسساتهم، وحصلت على النسبة يعني كاملة 100%. من ناحية أنه يعني نشوف إقبال من قبل الباحثين في حفظ نتاجهم الفكري في هذه المستودعات الرقمية. مع العلم يعني صراحة أذكر نقطة مهمة، وهو افتقار صراحة جامعة الموصل إلى حد الآن إلى مستودع رقمي، ولكن العمل جاري حاليا على إعداد مثل هذا المستودع، ولكن نرى جهود طيبة في الكثير من المكتبات والجامعات العراقية في إنشاء مثل هذه المستودعات الرقمية. خرجت صراحة الدراسة بمجموعة من النتائج أنه نسبة 71% من عينة الدراسة لديهم معرفة جيدة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات وأدواته، وذلك يرجع إلى كثرة التعامل مع الأنترنت وأدواته بشكل عام والخبرة التي يمتلكها هؤلاء المتخصصين بشكل خاص. أيضا أن معظم مصادر حصول عينة الدراسة على أدوات الوصول الحر كانت عن طريق الدراسة، وبنسبة 71% من ناحية المعلومات وكيف حصلوا على هذا المفهوم. كذلك لدينا اعتبار تعتبر دوريات الوصول الحر هي أهم الأدوات التي يستخدمها الباحثين في تطبيق عملية الوصول الحر للمعلومات، والتي تعاملت مع عينة الدراسة حيث بلغت نسبتها 93%، ويرجع ذلك لحداثة وسهولة التعامل مع المعلومات التي تحتويها هذه الدوريات والتحديث المستمر لها. أيضا نتيجة أخرى هي ضعف النشر في قواعد البيانات والمستودعات الرقمية، نعم. حيث بلغت نسبة من ينشرون فيها من عينة الدراسة 43%، نعم. وذلك لعدم توفر قاعدة بيانات أو مستودع رقمي مؤسسي في جامعة الموصل، وبالتالي اضطرار الباحثين للنشر في قواعد بيانات أو مستودعات إقليمية وعالمية مثل سكوبس وكلارفت، نعم. وأيضا أجمعت عينة الدراسة وبنسبة كبيرة يعني نسبة كاملة على أن دعم حركة الوصول لحر المعلومات سيحقق الكثير من الفوائد، أبرزها ضمان حصول الباحثين لمصادر المعلومات المجانية. نكتفي بهذا القدر؟ والله ظل فقط المقترحات إذا نعم على الأقل يعني أذكر نقطتين من يعني تقترح الدراسة إلى استثمار أدوات الوصول الحر المجانية في خدمة الباحثين، وأيضا في استحداث مستودع رقمي لجامعة الموصل، وأيضا إتاحة البحوث والدراسات وتوفير الأطارح والرسائل الجامعية المنتجة في جامعة الموصل. نحن نعرف جميعا أنه المستودع يجب أن يكون خاص بالمؤسسة حتى يتيح للباحثين والتدريسين والتابعين لتلك المؤسسة نتاجهم الفكري ويدخلون إليه بواسطة يعني إيميل أو باسورد توفره تلك المؤسسة ويكون متاح مجانا. أما بالنسبة لخارج يعني المتخصصين أو الدارسين من خارج المؤسسة، ممكن أيضا من خلال التعامل مع المؤسسة الأم أيضا إتاحة الوصول المجاني لهذا المستودع. وشكرا جزيلا شكرا جزيلا على التزامك بالوقت. طبعا هو موضوع الشعب ومتفرع، موضوع الوصول الحر اللي هو open access هو شائع الاستخدام، يمكن نلاحظ في قواعد البيانات وفي المنصات والمجلات العديد من البحوث اللي تناولت، لكن لا زال هذا المصطلح يخضع إلى جدل في المسميات. البعض يسميه النفاذ الحر، البعض يسميه الوصول الحر، الآخرين البعض منهم يطلق عليه الانتفاع الحر من المعلومات، وعلى أساس أنه
مفهوم الوصول الحر هو تحرير مصادر المعلومات من أي قيود مالية وقانونية، لكن ما نلاحظه حاليا في المستودعات الرقمية ليست كلها محررة من القيود المالية والقيود القانونية، فليس شرطا أن الوصول إلى المصدر قد يحقق الانتفاع. نحن نرى أنه وأنا من أشد المتبنين لمفهوم الانتفاع الحر من المعلومات، لأن الغاية، وطبعا أنا جدا يعني أتبع منظمة اليونسكو بمفاهيمها وأؤمن بها، بما أن اليونسكو إحنا كأكاديميين ننتمي إلى هذه المنظمة أو يعني نعتبر مجتمعها، فاليونسكو تؤمن أنه تحقيق الانتفاع الحر من المصادر هو الأفضل لمجتمع المستفيدين، فليس شرطا أنه أصل إلى المصادر، المهم أنه أنتفع منها عن طريق التحميل والاستفادة والاستشهاد بهذه المصادر وتطبيقها وإعادة استثمارها، إعادة تدويرها، إعادة إنتاجها بصيغ أخرى. لكن نلاحظ أنه الكثير من المستودعات حاليا يعني تحكمها القيود، وهذا لازلنا لم نصل إلى مفهوم العلم المفتوح الذي أطلقته يعني اليونسكو وأيدتها منظمة أفلا. الجانب الآخر اللي الأستاذ اللي طرحه يقول إحنا لازلنا في جامعة الموصل لم يعني نبدأ ببناء مستودع. طبعا جامعة الموصل الكل يشهد ما تعرضت له من مشاكل ودمار بسبب الهجمة الشرسة من داعش، فبالتأكيد إن شاء الله وزارة التعليم العالي هي تبنت بناء المستودعات، وكلنا ضمن تشكيلات وزارة التعليم، فما تنتجه وزارة التعليم العالي من مستودعات هو يعتبر ضمنيا هو ممتلكات الجامعات وبإمكانها الاستفادة منه، فإن شاء الله نتمنى لكم يعني مستقبلا إن شاء الله يعني تسيروا بهذا هذا المجال وتبنون المشاريع اللي تشوفوها مناسبة، وجامعة الموصل مشهود لها. نبدأ الآن ونقول حسن الختام إن شاء الله مع البحث الأخير، التحديات التكنولوجية للأرشفة الإلكترونية للمدرس المساعد ياسخ ضير علي، وهو أحد منتسبي مركز الفهرسة ونظم المعلومات في العتبة العباسية المقدسة، حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية في علم المعلومات والمكتبات، وأيضا الماجستير من جامعة البصرة، وأيضا حاصل على الدكتوراه في السنة التحضيرية السنة البحثية الآن من الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة. خبراته المهنية كتابة البحوث، فهرسة أوعية المكتبات وحسب قواعد الفهرسة الحديثة RDA، وأعتقد حضرتك في الموضوعية تتخصص؟ نعم، أي جانب الموضوع. أيضا ساهم في تقديم ورش العمل الخاصة بالكتب والدوريات التي يتبناها مركز الفهرسة ونظم المعلومات، ولديه مشاركات خارجية في المؤتمرات، مؤتمرات الاتحاد العربي للمكتبات، وأيضا يعني المؤتمرات الأخرى، وهو من يعني نقول من دواعي سروري أنه درست في مرحلة الدكتوراه، وهو من الطلاب الملتزمين والباحثين اللي نتأمل أنه يكونون لهم بصمة في مجتمع المعرفة وعالم البحث العلمي إن شاء الله. يتفضل بقراءة البحث مع التزام بالوقت إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة. شكرا للدكتورة أزهار زاير على إدارتها لهذه الجلسة والتقديم الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
الحضور الكريم مع حفظ الأسماء والألقاب والمسميات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يسعدني ويشرفني أن أكون من المشاركين في هذا المؤتمر العلمي الخاص بالمعلومات والمكتبات، والذي يقيمه مركز الفهرسة ونظم المعلومات، وبالتشارك مع أقسام المعلومات وتقنيات المعرفة في جامعات عراقنا الحبيب، الجامعة المستنصرية وجامعة الموصل وجامعة البصرة. مشاركتي ستكون بالبحث الموسوم التحديات التكنولوجية للأرشفة الإلكترونية، والذي ستتطرق فيه إلى نبذة مختصرة عن تاريخ الأرشيف والتعريف بمصطلحات ذات صلة بالأرشيف والأرشفة التقليدية والأرشفة الإلكترونية والمشاكل المتعلقة بالأرشفة التقليدية، ثم فوائد الأرشفة الإلكترونية. ونسترسل أيضا وننهي بحثنا إن شاء الله بمثال تطبيقي عن ما يقوم به مركز الفهرسة ونظم المعلومات فيما يخص الأرشفة. نبذة تاريخية عن الأرشيف. يعني ظهور الأرشيف ظهر مع بداية الحضارات، الكل يعرف اللي حضارات اللي خلينا نقول العالمية، مثل الحضارة البابلية والحضارة السومرية والحضارة المصرية. بدأوا يدونون كتاباتهم وكل ما يتعلق بأعمالهم، يعني حياتهم اليومية، حياتهم التجارية خلي نسميها، وحياتهم يعني الجانب القانوني من حياتهم، على ألواح طينية أو على القصب البردي، مثل ما يعني أغلبكم إن شاء الله عندهم هاي المعلومة. أيضا انتقل إلى مرحلة متطورة في العصور الوسطى اللي كانت فيها الأديرة والكنائس والبلاطات الملكية هي التي تدير هذه الأمور، عمليات الأرشفة. في الأديرة كانوا يعني ان شاء الله اختصر ان شاء الله. نعم، نظرا لضيق الوقت راح شويه نستعجل بالالقاء حسب ما اوصت به رئيسه الجلسه. المصطلحات اللي مرتبطه بهذا البحث هي الوثيقه، يعني شكل من اشكال المعلومات لتوثيق او تسجيل احداث معينه، الغايه هي الحفاظ عليها وسهوله العوده اليها وسهوله استرجاع معلومات كامله منها او جزء من هذه المعلومات التي قد تكون ذات فائدة للشخص الذي قامت بتوثيقها أو المؤسسة. الوثائق الإلكترونية يتم بداخلها إنشاء عدد من المعلومات، يتم إرسالها واستلامها وتخزينها بشكل إلكتروني بأشكال مختلفة، كالشكل البصري المرئي أو الشكل آخر إلكتروني، خلينا نقول المدون والآخري. الأرشفة الإلكترونية هي مسح ومعالجة الوثائق وتخزينها في وساطة إلكترونية تربط مع بعضها البعض في قاعدة بيانات، أما أونلاين أو أوفلاين، ثم الوصول إليها. الأرشيف أو مراكز الأرشيف مكان لحفظ هذه الوثائق التي تطرقنا لها بالمفاهيم السابقة. الرقمنة أو التحويل الرقمي، تحويل البيانات إلى شكلها الرقمي، يعني من الشكل الورقي المدون إلى الشكل الرقمي عبر أجهزة الحاسوب، وتحويلها من النصوص المطبوعة إلى الصور، الخرائط، غيرها. نعم، الوثائق أيضا لدينا وثائق يعني متعددة، نذكر منها الشخصية التي يدونها الأشخاص، الحكومية والسياسية التي تكتبها الدولة يعني ووزاراتها والمؤسسات المرتبطة بها. الإلكترونية تدون بالأصل إلكترونية و تحفظ إلكترونية، كما هي الملفات الوورد أو مثلا السادة الباحثين اللي يكتب مثلا بحث أو مشاركات. تعليمية والتربوية خاصة بوزارتي، مثلا هسه في العراق نقول خاصة بوزارة التربية والتعليم، وما يتعلق بسجلات الموظفين، الهيئات التدريسية وسجلات الطلبة المسجلين، نتائج إلى آخره. الإدارية كل ما يتعلق بالوثائق، سواء كان يحكمها قانون عام مثل مؤسسات الدولة أو القانون الخاص مثل الشركات الأهلية. مواد يتم أرشفتها إلكترونيا، نذكر منها الوثائق الورقية والرقمية التي قلنا يعني من الأصل هي إلكترونية. صفحات الويب يحتاج البعض إلى توثيقها لاسترجاع المعلومات منها لاحقا، والتي تفيد في اتخاذ القرارات. الخرائط أيضا تفيد في الجوانب التاريخية والجوانب الجغرافية. الصوت مفيد أيضا يعني كتسجيل هذه الجلسات العلمية كخير مثال. أفلام المايكروويف، البريد الإلكتروني اللي أغلب يعني أصحاب المؤسسات المعلوماتية يستخدموه أيضا يحتاجون.
صور الأرشفة اللي تخص البلدان أو أحداث معينة، الفيديوهات كالفيديو اللي سيعرض يعني هذا إن شاء الله بعد نهاية المؤتمر. أيضا لدينا مستويات للأرشيف، هو الأرشيف المنتج إلكترونيا من الأصل مثل ما طرقنا، يكتب أما بالأجهزة اللوحية الذكية أو الحاسوب إلى آخره، ويرشف أيضا مرقما، أو الأرشيف الورقي المرقما اللي يستخدم في أجهزة الحاسوب وأجهزة الـ OCR. هناك أيضا أرشيف على الخط المباشر الأونلاين متصل بالشبكة، أما الخط الأوفلاين لا يحتاج إلى شبكة فقد. مشاكل الأرشفة الإلكترونية، تزايد أعداد الوثائق، والتزايد هذا يعني الحاجة إلى مساحات كبيرة، والمساحات تعني تكاليف مادية مالية إضافية، وهذه زيادة المساحات تعني استرجاع طويل للوثائق، لأن الكل يعرف يعني الوثيقة مثلا من ألف خلينا نقول 1990 إلى 2020، فأكيد راح تصير في بالسرة أو يعني أعلى أسفل إلى آخره، يعني تتطلب وقت في الاسترجاع. أيضا عامل التلف والضياع والسرقة، وهما هذا ما حصل في عام 2003 وفي المناطق الشمالية أيضا الأساتذة اللي حاضرين يعني في الموصل وغيرها من محافظات عراقنا الحبيب. فوائد الأرشيف الإلكتروني، تربط أجزاء المؤسسة فيما بينها مهما تباعدت، يعني خلينا نقول فد مثال تقريبي جامعة وكليات وأقسام إلى آخره، يعني شلون نقول تقلص عامل الوقت وعامل المكان. مراقبة الوثائق وتحولاتها ومتابعة تطورات داخل المؤسسة، تعدد وسائل البحث باسم الوثيقة، بكتاب ورقم الوثيقة، بالشخص المرسل والجهة المستلمة. توفير أيضا مساحات مكتبية، وهي يعني النقطة اللي حل النقطة اللي سابقة يعني مشكلة كانت في الوثائق التقليدية. أيضا توفر نسخ احتياطية عديدة جدا، و مما يسهل عمليات الاسترجاع وتلافي يعني نقول العوامل الطبيعية والبشرية مثل السرقة والحراق إلى آخرها. سهولة تبادلها مع داخل وخارج المؤسسة، يعني داخل المؤسسة نفسها أو مع مؤسسات أخرى. ضبط الصلاحيات من يطلع على الوثيقة يعني إلى آخره. أما بالنسبة إلى الموضوع اللي يحمل يعني عنوان المشاركة، هو التحديات. ضخامة البيانات تزايدها يحتاج إلى أنظمة تخزين وتعامل مع البيانات. أيضا هذه الأنظمة تتطلب إدارة يعني من البيانات، وتتطلب بنى تحتية متطورة وبرامج متخصصة أيضا لضمان كفاءة الأداء والأمان. تنوع البيانات مثل الصور والنصوص وإلى آخره تحتاج إلى أنظمة أرشفة قادرة على التعامل مع جميع هذه البيانات. هذا النوع كل نوع يتطلب إلى يعني معالجة لفهرسة ولضمان سهولة ووصول الاسترجاع. السادة المتخصصين بعمليات الفهرسة يعرف أن فهرسة الصورة عكس فهرسة الوثيقة. الصورة يعني خلينا نقول صماء، ما نعرف منو صورها، من نقلها، مناسبتها إلى آخره، على عكس الوثيقة وهكذا، يعني تختلف حقول الفهرسة فيها. تحديات خاصة بالأمان هي عدم التعرض للاختراق أو الفقدان أو التلف. التوافق يعني سهولة تبادل البيانات بين مختلف المؤسسات، يحتاج هذا التبادل مواكبة المعايير الآيزو الخاصة بالمعايير الأرشفة الإلكترونية. الاستدامة أيضا إمكانية الوصول على المدى الطويل، مما يعني أنه لازم أنا أغير النظام من فترة إلى أخرى وحسب الموجود بهدف الاستدامة. التحدي السادس هو تحدي الكفاءة مثل الطاقة والمساحة وضمان سرعة الوصول إلى البيانات، وتحدي التدريب. يختص هذا بالكوادر البشرية أن تكون مؤهلة ومدربة لاستخدام هذه الأنظمة، وتحدي التكلفة، وهذا التحدي أغلب مؤسساتنا تعاني منه، يعني يشكل عبء على بعض المؤسسات، عبء مالي طبعا. مثل ما عندنا تحديات، الآن ننتقل إلى يعني خلينا نقول طراقم مواجهة هذه التحديات. هي يعني نذكر منها استراتيجية الحفظ الرقمي، توفير الميزانية للموارد البشرية، الحفاظ على إنشاء المعلومات والوصول إليها، الحفاظ على كل من نظم التشغيل الأصلي والأجهزة التي تسمح بتشغيل مصادر رقمية مستقبلا، حفظ المعلومات في شكلها الأصلي مع بناء بيئة
بيئة مستقبلا تحاكي تلك المستخدمة. أيضا النقطة عن المواجهة، النقطة الثانية من مواجهة هذه التحديات هي النسخ الاحتياطي. يعني باختصار يعني ولضيق الوقت، إنه عمل نسخة ونسخة احتياطية، وهذه أيضا يعني قلنا تلافيا للتلف وسهولة الاسترجاع. ويفضل أن تكون هذه النسخة خارج الموقع أو خارج الملف أو الفولدر اللي بي الوثيقة الأصلية الرقمية. اختيار وسط التخزين أيضا إلى علاقة مثل السيدي والسيدي آر والسيدي روم. أيضا الالتزام بالمعيارية في أشكال الملفات مثل المعيار الأمريكي IEEE 2، هذا خاص بالنصوص. أيضا توجد معيارية خاصة بالمواد السمعية والبصرية مثل الريال أوديو والMP3 والMPEG والويف. الميتا داتا أو صفات البيانات اللازمة لتمثيل المعلومات وحفظ سياق الوثيقة. تتيح هذه الميتا داتا معلومات مفصلة، يعني هي الميتا داتا يسموها ما وراء البيانات، من خلال 3 طرائق. أولا تحفظ مع الوثيقة، 2 تحفظ مستقلة في قاعدة بيانات أخرى، قلنا التلافي للحفظ والتلف للوثيقة الأصلية، وتحفظ في ملف منفصل عن الوثيقة. هذه مجموعة من المختارة من المعايير الدولية الخاصة بالتنظيم وحفظ الوثائق والمسندات. احنا يعني نظرا لضيق الوقت يعني ما راح أقدر أعرج عليها، فإن شاء الله تلقوها أنتم إن شاء الله، إن شاء الله مذكورة بالنسخ الخاصة بالوقائع هذا المؤتمر إن شاء الله. نهاية البحث قدمت يعني مثال تطبيق على مراحل تحويل الوثيقة وفهرستها، يعني من الشكل التقليدي إلى الإلكتروني في قسم تصوير الكتب وأحد أقسام الخاصة بالمركز الفهرسة ونظم المعلومات. مثل ما تلاحظون إخراج الوثيقة من الحافظة الخاصة بها، إزالة الدبابيس حتى لا تؤثر على أجهزة التصوير، بعد ذلك يتم تصوير الوثيقة وتحديد أبعادها ثم تدبيسها بعد الانتهاء من تصويرها. بعد ذلك قسم آخر هو يعني قسم الأرشف الإلكترونية والفوتوشوب، يتم التعديل عليها. يعني مثل ما تلاحظون الثقوب اللي بالوثيقة الأصلية هنا يعني تم إخفائها، أو أحيانا تهميشات بالقلم الجاف أو الرصاص أيضا تم إخفائها. وأخيرا تحول من صيغة JPG إلى PDF، ترسل إلى قسم آخر من أقسام مركز الفهرسة ونظم المعلومات لغرض وصف يعني فهرستها وصفيا حسب قواعد الفهرسة الحديثة المارك 21، قوالب المارك 21 وقواعد الـ RDA اتاحت ووصف المصادر، يعني تفهرس وصفيا وبعد ذلك تنتقل إلى الفهرسة الموضوعية لإعطائها موضوع خاص يتناسب مع، سواء كان هذا الموضوع عام أو خاص أو جغرافي. وعندنا هنا مثال وثيقة خاصة بالتعاون التركي العراقي، تمت فهرستها حسب قواعد الفهرسة الحديثة وبعد ذلك تنتقل إلى الحفظ وترفع إلى المواقع الخاصة بمركز الفهرسة ونظم المعلومات. أعتذر عن الإطالة وشكرا لحسن إصغائكم. شكرا للباحث ياسر خضير علي الغانمي على التزامه بالوقت وأيضا المعلومات اللي أدلى بها. يعني نوجه الحضور إذا أي سؤال يحبون يطرحوه للباحثين، نفتح المجال لمدة 5 دقائق يعني إن شاء الله، حتى لأن بعد هذه الجلسة يعني توجد جلسة أخرى، فحتى نحافظ على الوقت المخصص للجلسات ونبخسهم حقهم. اللي يحب يقدم يشارك بسؤال، نعم إذا ممكن تعرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خريجة معلومات وتقنيات الجامعة المستنصرية نور حميد عباس. أطرح سؤالي للأستاذ عمر بخصوص الوصول الحر. الوصول الحر حاليا أنت ذكرت أنه 70% من الأساتذة التدريسيين هم لهم دراية كافية أو جيدة في الوصول الحر، لكن هناك عائق كلش كبير، هو عائق عدم معرفة الطلبة ما هو مفهوم الوصول الحر. أنا كنت طالبة، كانت الأستاذة لما تدخل وتسأل ما هو الوصول الحر، القاعة بأكملها سكوت هدوء، لا أحد يعرف. فأتمنى
أنه ترفع توصية بإدخال ورشات أو دورات للطلبة، خصوصاً باعتبارهم هم البنية الأساس لهذا الاختصاص، لمعرفتهم معرفة تطبيقية وعملية عن ما هو الوصول الحر. وشكراً. تفضل. شكرا جزيلا للسؤال. اعتقد من نفس السؤال هو الاجابه. انت قلت انه انا يعني او ذكرتي انه انت طالبه، والطالب هو في مرحله التلقي للمعلومات، فطبعا هو في كثير من الاحيان سوف تكون المصطلحات العلميه ومن ضمن الوصول الحر هو يعني جديد على الطالب، فاثناء عمليه التلقي وسوف تعرفين على هذا المصطلح والمناهج مثل ما نعرف في اقسام المعلومات وتقنيات المعرفة في تطور مستمر وفي تغير مستمر، وأعتقد هو موجود. يعني إحنا في جامعة الموصل نقوم بتدريس الطلبة هذا المصطلح. بالنسبة للتوصيل إن شاء الله أيضا تؤخذ بنظر الاعتبار. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. من يحب يسأل؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة نجلة محسن من وزارة النفط، أشكر القائمين على هذا المحفل الكريم، وأشكر زملائي على كل ما قدموه من محاور تم تغطيتها بشكل مبهر. لكن بس أحب أضيف على محور تقييم النظم. تقييم النظم من خلال المؤشرات اللي يضعها الباحث أو الذي يضعها من هو مهتم بالأمر. منظمة المقاييس العالمية الآيزو قد وضعت وحددت مؤشرات وسمات لخصائص النظام الجيد، وبهذا هي ساعدتنا وحاولت أن تعطينا سمات النظام الجيد. فما هي سمات النظام الجيد من نظر الآيزو؟ عند تقييم أي نظام وقبل الدخول والولوج في تقييم استبانات ومؤشرات لأي فئة، لابد أن نحدد أولاً ما هو النظام الذي سيتم تقييمه، لأن النظم الإدارية مختلفة والنظم التكنولوجية مختلفة، النظم المفتوحة والنظم الخبيرة والنظم المهيكلة والنظم غير المهيكلة، هناك عدة نظم، وكل نظام قبل تقييمه لابد أن نحدد الهدف منه والهدف والفئة المستهدفة للنظام قبل وضع المؤشرات. بعد ذلك يتم اختيار المعايير، وكما نعلم أن المعيار هو خاصية أو سمة يتفق عليها مجموعة من المهتمين والمختصين بموضوع ما، وهذا هؤلاء المعايير التي يتم وضعها هم نسميهم احنا الكور البؤرة، هم المختصين بموضوع ما. فيتم اختيار اولا مؤشرات حسب المخرجات، حسب مخرجات كل نظام تكون المؤشرات فقط على مخرجات النظام، او تكون مؤشرات معيارية فقط على النظم. طبعا هذه المعيارية دائما تتعامل مع النظم المتكاملة فقط. شكرا شكرا دكتورة نجلة. أعتقد الباحث نوه إلى أنه من وجهة نظر المستفيدين، بس نستمع لرأيه يعني، وما قال تقييمك من وجهة نظرك باحث. دكتورة بالنسبة للسؤال دكتورة نجلة على هذا الموضوع، أول فقرة يا دكتورة نجلة احنا ذكرنا بالعنوان وكان كلامي صريح وأكدت عليها بأنه التقييم هو من وجهة نظر المستفيدين وليس العاملين وليس المعايير. مسألة المعايير احنا نهائيا ما خضنا بها، هاي فقرة رقم واحد، ونطينا التبرير للموضوع بأن احنا ما نمتلك معايير خاصة عراقية. الشيء الثاني، احنا إذا ريدنا نعتمد على معايير الآيزو مو بس بالأنظمة الآلية المتكاملة المستخدمة بنكتار، في أي جانب من جوانب الحياة اللي احنا دا نعيشها نطلع دائما احنا خسرانين صراحة، لأن هو ده يطلق لك فت حالة مثالية، هاي الحالة المثالية تتوفر بمكان وزمان معين ما تنطبق على كل العالم. ولهذا ما العبرة من إنشاء معيار عربي موحد تبنته الاتحاد العربي للمعلومات والمكتبات أعلم؟ إذا هو إحنا معيار الآيزو كنا مسلمين بين هو بيرفكت وما نقدر إحنا نتخطى حدوده، يعني كأنما هو فت شيء منزل يعني ما نقدر نتخطى. على شنو التعب اللي الاتحاد العربي ده يبذل هذه الجهود الجبارة وانشئنا معايير عربية موحدة للمكتبات الجامعية والمكتبات العامة؟ إذن هذا عمل زائد، الأساتذة بهذا المجال هم يعني ايش يهدرون وقتهم ووقتنا، هاي أول شيء. الشيء الثاني، احنا قلت لك انا حكيت على موضوع المستفيدين فقط. المسألة الثالثة يا دكتور نجد، انا حكيت على الأنظمة الآلية المتكاملة في المكتبات الجامعية ولم نتطرق إلى نظام المعلومات الإداري أو نظم معلومات أخرى، واحنا كنا نعرفها. أول شيء تعلمناها كلمة نظام هو السيستم، يتألف من عدة أنظمة فرعية متكاملة لإنشاء لتحقيق هدف واحد، ويرتبط دائما النظام
الصفة المكملة لها، هل هو نظام معلومات إداري، نظام قانوني، نظام تشريعي، نظام تجاري إلى آخره. فيعني على ما أعتقد شوية يعني شكرا شوية رح نزعج السؤال. شكرا جزيلا. في نهاية تفضل دكتور سلام، إن شاء الله تكون يعني مسك الختام إن شاء الله. السلام عليكم أخواني الأعزاء. دكتور سلام، جامعة ديالى، الأمين العام المكتبة المركزية. طبعا أولا تحية طيبة للدكتورة رئيسة الجلسة، وتحية لزملائنا الباحثين على هذه البحوث القيمة، إن شاء الله تصب في مصلحة التخصص. سؤالي طبعا، أو هو مو سؤال يعني إضافة إن شاء الله تعالى، فيما يخص دكتور عمر يعني مفهوم الوصول الحر. يعني ذكر أخونا دكتور عمر أنه نسبة تقريبا 30% من أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصص معلوماتهم ضعيفة عن مفهوم الوصول الحر، وهذه حقيقة يعني إذا يعني ذوي التخصص تكون هذه نسبتهم، فما بقى الغير المتخصص. فأنا بحكم عملي في جامعة ديالى وممارسة عملي بإدارة المكتبة وتعاملي مع الكثير من الطلبة والتدريسين من مختلف الاختصاصات، أثناء الجولات الميدانية والزيارات الميدانية، أؤكد ما ذكر زميلي دكتور عمر أنه هنالك نسبة كبيرة من يعني ما عندهم علم بهذه المنصات. أبسط مثال اللي هي منصة المجلات الأكاديمية العلمية العراقية، واللي هي تعتبر من أفضل ما أنتجته وزارة التعليم العالي من مصادر تتيح الوصول المفتوح. فحقيقة نقدم ورش عمل، فيحسون أنه هذا ممكن يقدم خدمة كبيرة للبحث العلمي، لأنه الوصول للبحوث هذا يؤكد على ممكن تصير غزارة بحثية بالنسبة للسادة التدريسين. لذلك أنا أتمنى تضاف توصية لبحث أخونا زميلنا دكتور عمر أنه على قسم المعلومات والمكتبات في مختلف الكليات المعنية تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لكل كليات الجامعة، حتى يكون عندهم معرفة أكثر باستخدامات برامج أو منصات الوصول المفتوح. وأعتذر عن الإطالة وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه الإضافة القيمة، وفعلا يعني إن شاء الله تؤخذ بهذه التوصيات. في ختام هذه الجلسة أتقدم بالشكر الجزيل للأعضاء الباحثين المشاركين في إلقاء بحوثهم، وأيضا للحضور الكريم على سعة صدره واستماعه واهتمامه بالأفكار وطرح الأسئلة. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يديم هذه اللقاءات والنشاطات العلمية، ونأمل أنه تتكرر هذه التجربة في السنوات القادمة. دمتم بخير وأمان، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الجلسة طبعا قدم الكتب الشكر للباحثين المشاركين. نبدأ بالأستاذ المساعد الدكتور علي الحر. لازم شكرا جزيلا، وإن شاء الله الموفقية الدائمة. ماكو صور شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجلسة المسائية الثانية، والتي سيترأسها الأستاذ الدكتور علي عبد الصمد من جامعة البصرة كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، فليتفضل مشكورا. يا الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله نبدأ الجلسة الثانية المسائية من المؤتمر الدولي الثاني للمعلومات والمكتبات الذي تقيمه
العتبة العباسية بالمشاركة مع جامعات المستنصرية والبصرة والموصل. قبل أن أدعو الباحثين إلى المنصة، أحب أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأمانة العامة وجميع العاملين فيها على حفاوة الاستقبال والضيافة وهذا التنظيم الرائع، فأتمنى لهم كل التوفيق والامتنان. الجلسة تحتوي على 3 بحوث لكل من الأستاذ الدكتور محمد رياض حامد فليتفضل، والبحث الثاني للأستاذ علي محمد جاسم، والبحث الثالث للأستاذ علي عبد المحسن فليتفضل. المنهاج ما موجود؟ يلا اي هذا هاي هاي. أستاذ مساعد محمد رياض حامد، والباحث علي محمد جاسم. عليكم السلام ورحمة الله. يا الله. نبدأ على بركة الله بالأستاذ محمد رياض حامد من بغداد، اللقب العلمي مدرس مساعد، الحصول على لقب المدرس مساعد بال 2019، الحصول على لقب الأستاذ مساعد ب 2023، بكالوريوس علوم إسلامية، التخصص العام علوم الإسلامية الدقيق المخطوطات الشرعية، مسؤول وحدة المتابعة ومقرر القسم، له العديد من المؤلفات في مجال الاختصاص من الكتب والبحوث. لديه المشاركات العديدة بالمؤتمرات سواء على الجانب المحلي والميداني، دورات عديدة شارك بها في مجال البحث العلمي. فليتفضل يتلو على مسامعنا بوقت لا يتجاوز 10 دقائق إن شاء الله. السيد رئيس الجلسة المحترم، السادة الحضور، كلهم باسمه وعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم هو تشخيص الكتب والوثائق في الخزانات والمكتبات العامة في بلدنا الحبيب. بصراحة هذا الموضوع له عدة مشاكل جميعها تتمحور حول الاستهداف الأول، وهو تشخيص حالة الكتاب كنظرة أولى بالنسبة لعامل الصيانة والترميم الذي على عاتقه أنقاذ الكتاب من الضياع والتلف. بالتالي هو الكتاب كنز للمعلومات، إن فقد أجزاء من عنده، فقد من قيمته العلمية، سوف يفقد أجزاء كثيرة من المعلومات الواردة به، ولا سيما المخطوطات، سواء كانت المخطوطات الشرعية أو سواء كانت المصاحف أو سواء كانت المخطوطات الأخرى التي تحمل بعض العلوم الفكرية والعقلية والنقلية. ارتأينا أن تكون المحور، أن يكون المحور الأول لهذه المشكلة هو الاستبيان الذي يسبق عملية العلاج. الاستبيان هو عبارة عن مجموعة أسئلة ويقسم إلى قسمين، الاستبيان المفتوح والاستبيان المغلق، والقسم الثالث وهو الخليط ما بين الاستبيان المفتوح والاستبيان المغلق. الاستبيان المفتوح إجاباته متعددة وكثيرة، لكن الاستبيان المغلق هو بنعم أو لا. هنا على سبيل المثال نجب أن يكون الاستبيان على أي عينة تأخذ من المخطوطات أو أي عينة تأخذ من المكتبات بصورة عامة، يقول أنه هل هذا المخطوط أتعرض إلى عملية صيانة من قبل أم لا. طبعا احنا حنعرج على هذا السؤال، ليش احنا حنختار هذا السؤال؟ والاستبيان المفتوح انه ما هي نوع الصيانة اللي تتعرض لها الكتاب، او ما هو نوع الترميم الذي تتعرض له الكتاب، او ما هو نوع الإصابة اللي تتعرض لها هذا الكتاب. هنا من نقف على
نوع الصيانة، أو نقف على نوعية الترميم الذي تعرض إلى الكتاب، أو نقف على أساس أول أنه هل بالأصل أنه هل هذا الكتاب تعرض إلى عملية صيانة أم لا. هنا على عاتق أمين المكتبة أن يكون عنده فحص دوري يتمثل بصيانة وقائية وصيانة علاجية وصيانة ترميمية وصيانة لأجل العلاج لبعض الكتب أو المخطوطات اللي موجودة عنده في خزانته أو في المكتبة اللي هو مسؤول عليها. فبالتالي لح تكون عندنا هنا أهمية الاستبيان، هذا يؤمن الاستبيان سلامة العينة وطريقة العمل الصحيح معها، يختار المواد التي يمكن أن يستخدمها مع المخطوط، الكشف عن المعلومات وتدوينها من حيث ترفق مع البطاقة المخطوط تحت عنوان الملاحظات العامة فبمثابة الدليل الذي يسهل على الباحث مراجعتها في أي وقت. رابعا وأخيرا من أهمية الاستبيان هو الوقوف على سبب التلف والكشف عليه، وهي غاية أصلا محور مهم من محور بحثنا لهذا اليوم. خطوات الاستبيان الأولى، أجي أني أشوف إن كان هذا الكتاب يحتاج إلى تعقيم، فأي نوع من أنواع التعقيم أنا أستخدم إليه؟ إن يحتاج صيانة، أي نوع من أنواع الصيانة؟ يحتاج ترميم، أي نوع من أنواع الترميم اللي أنا أستخدم إليه؟ أحدد هاي البيانات اللي موجودة، يلا بأجي بالتالي الوقت أجي أشوف على هاي العينة. على سبيل المثال من أجي أني أريد أعقم، ما هي مواد التعقيم التي يمكن أنه أستخدمها مع هذه العينة؟ تقف اختياري لعملية التعقيم على نوع الإصابة التي أصابت هذا الكتاب المخطوط اللي موجود عندي، فبالتالي هنا الإصابة الفطرية أو إصابة بالحشرات وما خلفته الحشرات من مشاكل أصابت هذه العينة اللي موجودة عندي، لازم أنا أختار الطريقة اللي أتعامل وياها وأختار المواد اللي أتعامل وياها وأشوف المواد هل هي تتوالم مع طبيعة الكتاب. أجي إذا كان الكتاب طبعا من المخطوطات فهذا بحث آخر، أجي أني أخذ نوعية الورق اللي موجودة عندي وأشوف قابليتها تحملها، تعرضها للبلل، تعرضها للانكماش، تعرضها لقابليتها للانفجار، قابليتها للشد والطي والثني. هذا يتوقف على إيش؟ يتوقف على متانة ويتوقف على طول الألياف السليلوزية اللي موجودة داخل الورقة. طبعا أنا أخذها مجرى فحص ثاني، مجرى فحص آخر، أشوف الألياف السليلوزية، طول الألياف السليلوزية، هذا طول الألياف السليلوزية يرجع إلى طريقة صناعة الورقة أصلا، إن كانت الورقة مصنوعة من نبات صغير بالعمر تكون ألياف طويلة وتكون ألياف ذات مرونة أكثر من إذا كانت الورقة مصنوعة من ألياف شجرة كبيرة بالعمر، دائما كبيرة بالعمر تكون نسبة اللجنين بها أعلى من نسبة السليلوز اللي داخلة في صناعة الورقة اللي موجودة عندنا. فبالتالي هنا يتحكم علي أنه أكشف وأشخص حالة العين اللي موجودة عندي قبل لا أستخدم بها أي نوع من أنواع العمل اللي أنا اللي هستخدمه وما أحدد به. هنا أنا عندي هاي حالة الورق، هاي طبعا عندنا نموذج من النماذج اللي موجودة عندنا بالمكتبة الكلية، فهاي بها إصابة فطرية، هنا عفوا إصابة حشرات، هنا حالة الورقة وقابليتها على تحملها لمواد التعقيم، مقدار الشفط، حالة العجينة، نوع الورقة. أضف إلى ذلك أنه هنا لازم أوقف على موضوع آخر، أنه أنا إذا أستخدم محاليل لازم أجي أفحص أسوي تيستات على الأحبار وثبات الأحبار وتفاعل الأحبار مع السائل اللي أنا اللي هستخدمه، المواد السائل اللي أنا اللي هستخدمها. حالة الورقة أصلا هي تتحمل أنه أستخدم بيها مواد سائلة أو أستخدم بيها التعقيم بطرق أخرى اللي هي طرق التعقيم الجاف اللي هي تعتبر بعملية التبخير والجاف. هنا حالة الصمغ المستعمل على كعب الكتاب، أني أنا همين أخذ تيستات عليه وأني همين أفحصه أشوف هذا الصمغ اللي موجود به اللي تعرض إلى الجفاف والتيبس والتكسر، بالتالي هنا فقط عنده خاصية مهمة في خاصية اللي هي خاصية اللصق، اللي هي خاصية اللصق اللي موجودة به اللي هي تجمع الأوراق السليلوزية الموجودة بتجمع عندي، تدخل هاي الصمغ لح يدخل داخل جزيئات الورقة اللي موجودة عندي، داخل أنسجة، داخل الألياف عفوا، داخل الألياف الورقية اللي موجودة عندي. فبالتالي هنا من دخل هذا الغلغل داخل الألياف الورقية وصار بي تيبس، إيش لح يأثر لي؟ لح يأثر لي أيضا على الألياف السليلوزية بداخل الورقة اللي موجودة عندي. فبالتالي أي انتفاخ بي، أي عملية انتفاخ بسبب تعرضه للرطوبة وبالتالي تعرضه للجفاف مرة ثانية ويبدي يتكسر، لح يأثر لي على إيش؟ على الألياف السليلوزية ويخسرني أجزاء من عدها.
الأغلفة اللي موجودة وحالة الغلاف اللي موجود عندي لازم أعطي تعيين خاص وأعطي حالة خاصة بحالة الغلاف اللي موجودة به، سواء كان يحتاج إلى تبديل، سواء كان يحتاج إلى تصوير، سواء كان يحتاج إلى قص اقتطاف الإشارات اللي موجودة به والعلامات والعناوين الموجودة على الأغلفة أقتصها اللي موجودة الأصلية. إذا كان بزخارف مهمة أنا لازم أشيلها هاي الزخارف، أجيب أبدل الغلاف الثاني وأجي إيش أضيف الغلفة أو الأجزاء اللي تحافظ على أثرية الكتاب. لأن احنا عندنا بمدارس الترميم عندنا مدرستين، المدرسة الأولية تقول أنا أهتم بالكتاب وأهتم بأثريته وأهتم بكل الإشارات والدلالات عليه، فبالتالي عامل الترميم شي يسوي لي بس مجرد أنه يطيل من عمر الكتاب، يطيل من عمر الكتاب بس، ما يرجع يجدد لي حالة الكتاب. المدرسة الثانية لا، تقول يجدد الكتاب من الغلاف إلى الأوراق إلى حتى تدخله بشدة الحبر، وهي بصراحة احنا بعيدين عن هذا الموضوع. لكن احنا ناخذ المدرسة الأولى اللي هي تقول أنا أزيد من عمر الكتاب بحفاظي عليه، اللي هي الصيانة العلاجية. احنا دائما نستخدم الصيانة العلاجية، ومثل ما ذكر أخونا الباحث قال حالة الدراسات أو نتائج الدراسات اللي يعتمدون عليها في خارج العراق هي مخالفة جدا، وفي وادي ثاني وفي معزل عن إيش، عن حال العينات اللي إحنا موجودة عندنا المحفوظة عندنا. على سبيل المثال هاي العينة اللي موجودة عندنا إحنا في مدينة سامراء، مدينة سامراء بما أنه هي مدينة عتيقة فبالتالي تحمل كتب وتحمل وثائق وتحمل مخطوطات قديمة جدا، وبعض خرائط للمدينة ومحتفظة بها المكتبات العامة اللي موجودة بداخل مدينة سامراء وداخل حتى جامعة سامراء، بالتالي هاي لها تعامل خاص. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا التلوث البيئي اللي موجود، احنا عندنا عناصر التلف مشتركة، يعني أنا كل عينة أجي أسوي لها تشخيص ألقى بها تقريبا 90% نفس متشابهة بالعناصر التلف، داخل بها التلف البشري اللي هو الإهمال وسوء الحفظ. أرد أجي على المسألة الثانية، من أجي أشخص التلف البشري أشوف وراء إيش، تلف بيولوجي. هذا التلف البيولوجي الحشرة لما تجي تتغذى على مادة السيلولوز اللي موجودة بالورقة، لما تجي حتخليلي بعض المخلفات اللي موجودة بها، هاي المخلفات لح تتركها على الورقة، تترسب هاي المخلفات على الورقة، بالتالي لح يكون عندي تفاعل هاي المخلفات اللي موجودة بها تسوي لي أكاسيد، وهاي الأكاسيد تسبب لي أحماض. هنا أنا هذا التبقع، الحلقة تبقع بالورقة، المشكلة أنه هاي التبقع بالورقة اللي موجود عندي هو تبقع ناتج عن بعض الأكاسيد اللي تتحولت إلى أحماض، وهاي الأحماض تبدأ تأكل ألياف الورقة اللي موجودة عندي وتيبسها، فبالتالي تخسرني أجزاء كثيرة من الورقة اللي موجودة بها بسبب التلف البيولوجي. إذن هنا أنا صار عندي تلف بيولوجي ودخل بي إيش، تلف كيميائي دخل في تغيير تركيبة الإيش الورقة اللي موجودة عندي، هنا أنا غير لي من خاصية يعني وقع لي خاصية المرونة، طاني خاصية جديدة هي خاصية التيبس، وهي بصمة من بصمات التقادم الزمني اللي هي يتركها التقادم الزمني، يتركها الأثر على الورقة. بعد هذا الموضوع اللي هي العوامل الطبيعية، العوامل الطبيعية أغلبية المكتبات اللي موجودة عندنا وأغلبية الخزائن المكتوب موجودة عندنا تفتقر إلى ضبط الرطوبة والحرارة بالدرجة المعينة والدرجة الأساسية اللي تحتاجها الورقة في الحفاظ على خاصية التطرية اللي موجودة داخل الألياف السليلوزية اللي موجودة عندها. هنا أنا هاي مشكلة كبيرة لما أجي ألقى الكتاب بحالة تيبس، وألقى الكتاب أيضا علي طبقة من الغبار، لما أجي أنا أزيل طبقة الغبار اللي موجودة عندي هنا وأرد عرضه إلى عملية التبخير وأعطي نوع من التطرية اللي موجودة عندي هنا، أيضا ألقى بي بعض البقع اللونية التي تسببت بها ترسبات الأتربة وما تحمله من أكاسيد على المترسبة على سطح الورقة، فبالتالي هنا تعطيني بقع لونية، وهاي البقع اللونية لربما بإزالتها تتعرض الكتاب إلى مشاكل ثانية احنا في غنى عنها. هنا قد تصل هذا الجفاف وقد تصل هذا الورق، هاي المشاكل اللي موجودة عندي من تلف كيميائي، من تلف بيولوجي،
من تلف بشري، هذا كله يترتب عليه 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 مخلفات ثانية توصل إلى الجلد اللي موجود على الكتاب، وتوصل إلى الكرتون اللي يشيل الجلد للكتاب، فبالتالي يحصل عندي إيش؟ تحصل عندي مشاكل تشققات وتمزقات في أغلفة وفي أطراف الكعب اللي موجود عندي هنا، مما يؤدي إلى تفسخ الملازم اللي موجودة عندي داخل الكتاب الواحد، وبالتالي نعم يا عزيز كمل الدكتور إن شاء الله، كملت ما عنديش إن شاء الله. هاي شلون الأطراف اللي موجودة عندنا، النماذج الموجودة اللي موجودة بالمكتبة تبدأ إيش؟ تبدأ بتساقط الأجزاء الكبيرة اللي موجودة عندي هنا، وبالتالي تحتاج إلى تحديد نوع الصيانة اللي موجودة عندي هنا. هنا بعملية الصيانة أبدي أزيل أي عالق هو دخيل على العينة اللي موجودة عندي، وأبدي أزيل آثاره، هاي الآثار المترتبة من آثار التراب اللي موجودة عندنا، بعدين أبدي أعالج بعملية التطرية، وبعدين أبدأ بعملية الترميم وما تحتاجه العينة بعد دراسة وتحديد نوع الترميم، ما هي المواد الأساسية التي يمكن أن تضاف إلى الورقة بما يوالم طبيعة الورقة اللي موجودة عندنا هنا، بما يوالم طبيعة الكتاب، بما يوالم طبيعة الحبر، بما يوالم طبيعة المواد اللاصقة الداخلة في الكتاب، وبالتالي تضاف إلى الفهرسم بأوراق كم ورقة أو كم سطر أكتب بها ملاحظات عامة أنه هذا الكتاب تعرض إلى عملية صيانة، وهذا الكتاب كانت مشكلته الجفاف، كانت مشكلته إهمال، كانت مشكلته سوء خزن، في سبيل أنه لما يرجع إلى المكتبة يكون أمين المكتبة عنده الأوليات الأساسية والأوليات الكافية لعدم تكرار وقوع الكتاب في هذه المشكلة التي قد تكون سببا في ضياعه وسببا في تلفه. هنا أنا بعد ما أكمل أنا أقارن بين الخطوط والخطوات والأهداف اللي أنا مشتغلت عليها، وأبدي أطلع النتائج الأساسية لعملية بحثي، وأبدي أخذ هذه الخطوات اللي موجودة بها وسجلها بالملاحظات اللي أرفقها بالكتاب في سبيل عدم تكرار المشاكل التي يتعرض لها الكتاب إلى هنا. وأختم بحثي، أشكركم وأشكر سعة صدركم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا أستاذ محمد على هذا الموضوع، وأنا أدعو من هذا المكان إلى أقسام المعلومات والمكتبات وأقسام المعلومات وتقنيات المعرفة إلى إضافة أمانة المحاضرة أو البحث الذي ألقاه أستاذ محمد، فيه الكثير من الأهمية أن واحد يتطرق لها للمخطوطات وكيف تعالج. هنا نتخصص المعلومات على المكتبات على الطب، احنا صح درسنا يمكن مخطوطات لكن ما أخذناها بهذا الشكل التفصيلي الذي يعالج المخطوط. أمانة هذا علم قائم بذاته، فأنا أشيد بالأستاذ محمد على هذا الموضوع. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا للطرح، ممنون. الآن مع الباحث الأستاذ علي محمد جاسم من جامعة كربلاء عن موضوع بحثه الموسوم المكونات المادية للمخطوطات. طبعا أشيد باللجنة العلمية التي قامت بعمل هذه الجلسات على اختياراتها للموضوعات المتسلسلة، يعني ضمن الجلسة الواحدة ماكو قطع بين موضوع وموضوع، هسه الآن الجلسة تتناول موضوع المخطوطات وبشكل متسلسل، فهذه يعني تحسب إلى اللجنة العلمية القائمة على المؤتمر. المكونات المادية للمخطوطات والوثائق الأضرار التي تصيبها وطرائق معالجتها عمليا، يعني أعتقد استاذ علي اكو جزء من الموضوع يا استاذ محمد ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا، تفضل. عذرا دكتور، بس تنويه بانه انا منتسب بالعتبه العباسيه وليس من جامعه كربلاء، خريج جامعه كربلاء. هاي الورقه امامي انا هم يعني قريت هذه ان شاء الله. حضرتك ما كاتب مو انت يعمل الاستاذ علي محمد في مجال ترميم المخطوطات والوثائق منذ عام 2009 ولغايه اليوم، ويعمل بيولوجي في مركز ترميم المخطوطات، لكن ما ذاكر لوين، فأنا شوف الجامعة كربلاء. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتمت العتبة العباسية المقدسة بعدة مشاريع من ضمنها مشروع حفظ التراث المخطوط، حيث تم إنشاء ثلاث مراكز اللي هي مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي المختص بترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات والحفاظ عليها، ومركز الفهرسة وتصوير المخطوطات،
ومركز إحياء التراث المختص بتحقيق المخطوطات. ولله الحمد كان لي الشرف أن أكون أحد منتسبي مركز الفضل وأن أشارك ببحث بعنوان المكونات المادية للمخطوطات والوثائق والأضرار التي تصيبها وطرائق معالجتها عمليا. تتأثر المخطوطات والوثائق بحكم تكوينها بالظروف المحيطة بها، بالعوامل الكيميائية والبيولوجية، وكذلك بالسلوك الإنساني المتعامل معها، بإضافة إلى التقادم الزمني الذي يطرأ عليها. تم تقسيم البحث إلى 3 أبواب، اللي المكونات المادية للمخطوطات، المكونات المادية للمخطوطات الباب الأول والباب الثاني، العوامل المؤثرة على سلامة المخطوطات، والباب الثالث الإجراءات والفحوصات اللازمة المتبعة في المركز لعلاج وصيانة المخطوطات المصابة والتالفة. عندنا الباب الأول المكونات المادية للمخطوطات. تتكون المخطوطات من مجموعة من متنوعة من المواد الأساسية التي تشكل هيكلها وخصائصها. عندنا المواد كربوهيدراتية ومواد بروتينية ومواد الكتابة. المواد الكربوهيدراتية تشمل الأوراق والبرديات واللواصق النشوية، وتعتمد قوة وصلابة الأوراق على مادة السليلوز المكونة للأوراق. عندنا مواد بروتينية تتمثل بالجلود والرقوق الجلدية واللواصق الحيوانية، وعندنا مواد الكتابة المتمثلة بالأحبار بكافة أنواعها، الأحبار الحديدية والأحبار الكربونية عذرا، والأصباغ والألوان المستخدمة في الزخرفة والتذهيب. عندنا العوامل المؤثرة على سلامة المخطوط، بما أنه المخطوطات متكونة من مواد طبيعية فتتأثر بالظروف الخارجية، ولهذا تم تقسيم العوامل البيئية من المؤثرات على المخطوطات، والعوامل البيولوجية والعوامل البشرية. العوامل البيئية تشمل التغييرات في درجات الحرارة والرطوبة والتعرض للضوء الملوثات الجوية. هذه المواد يمكن أن تسبب تلفا كيميائيا للمخطوطات. عندنا العوامل البيولوجية التي تسبب الفطريات والحشرات والقوارض، هذه الكائنات الحية يمكن أن تسبب تلفا كبيرا للمخطوطات. عندنا العوامل البشرية تشمل سوء التعامل وسوء التخزين المستخدم والإهمال المستخدم للمخطوطات والوثائق، بها تتأثر ميكانيكيا وكيميائيا للمخطوطات. عندنا نماذج توضح بعض الأضرار في مخطوطات الموجودة في المركز والعتبة. عندنا الصورة اللي واضحة تسبب في التصاق وارتفاع الحموضة وتيبس الأوراق واحتراقها. الصورة الثانية تسبب لي في إصابات بالفطريات وبقع لونية. عندي الصورة الثالثة اللي هي إصابة بحشرة الخنافس في كعب الكتاب، خنافس السجاد الموجودة في كعب المخطوطات والكتب. إصابة بالقوارض للجلود المستخدمة في تجديد المخطوطات. وعندي هذا المصحف مصاب بحشرة الأرضة ومتأثر. عندي إصابة بالقوارض للأوراق وتأثرها. إصابة بالبقع اللونية التي تسببها الإصابات الفطرية في المخطوطات. عندي حشرة بالغة لخنافس الكتب مستقرة في غلاف المخطوط، والتلف للأوراق بسبب الإصابات الفطرية والأنزيمات التي تسببها الفطريات على الأوراق واستهلاكها. هذه النماذج من بعض المخطوطات الموجودة. عندي الباب الثالث اللي هو الإجراءات والفحوصات اللازمة المتبعة في المركز لعلاج وصيانة المخطوطات. القسم الأول القسم البيولوجي، المختصين البيولوجيين يقع على عاتقهم فحص المخطوطات، الكشف عن إصابات الفطريات الموجودة، الكشف عن وجود إصابات بالحشرات أو القوارض، تعقيم المخطوطات والوثائق المصابة. عندنا تحديد نوع ألياف الورق المستخدمة في المخطوطات التاريخية، وعندنا تحديد نوع الجلد المستخدم في أغلفة المخطوطات.
هذا بالنسبة للفحص البيولوجي. الفحص الكيميائي، المختص الكيميائي يقوم بفحص حساسية الأحبار ومدى ثباتيتها على الأوراق، تحضير عندنا هنا فحص الحساسية الأحبار، عندنا السلايد الثاني هو فحص حامضية الأوراق، وإذا كانت الحامضية مرتفعة فراح يحضر مواد لتخفيض الحموضة، تحضير المواد اللاصقة في الداخلة في عمليات الترميم والتجليد للمخطوطات، تحضير مواد تثبيت الأحبار والألوان والأختام، تثبيت دائمي وتثبيت مؤقت، تحضير عجينة الأوراق المستخدمة في عملية ترميم المخطوطات، تحضير مواد ترطيب الجلود التاريخية المستخدمة في الأدلة التي تحتاج إلى ترميم. عندنا النقطة الثالثة بعد الفحص البيولوجي والفحص الكيميائي اللي هي الصيانة والمعالجة. الصيانة والمعالجة تقسم إلى التوثيق والتنظيف والترميم. عندنا التوثيق يقسم إلى قسمين اللي هو التوثيق التحريري والتوثيق الصوري. هو توثيق كل الأضرار الموجودة على المخطوطات والوثائق قبل العمل وبعد العمل، يتم توثيق الأضرار الموجودة. عندنا السلايد الثاني هو اللي بعد عملية التوثيق، هو يجعلنا عندنا عملية التنظيف. التنظيف هو التخلص من الأتربة والغبار الموجود في المخطوطات والأشرطة أو الورق الصناعي المستخدم أثناء عمليات الترميم. والتنظيف يقسم إلى قسمين اللي هو التنظيف الرطب والتنظيف الجاف. التنظيف الجاف استخدام الفرش الطبيعية وإسفنجة الوول ماستر، أما عملية مثل ما موجود بالصورة هاي الفرش الطبيعية. التنظيف الرطب هو المقصود بغسل المخطوطات باستخدام كحول الإيثانول والتدعيم. عندنا بعد عملية الغسل، طبعا مو كل المخطوطات تنغسلن، المخطوطات التي تحتاج إلى غسل يتم غسلها وتدعيمها بمادة التيلوزا MH300. طبعا مثل ما موجود عندنا بالصورة، الصورة الأولى هي عملية التدعيم. بنجي بعدها عندنا عملية، بعد عملية التنظيف تجي عندنا عملية الترميم. الترميم يقسم إلى الترميم بالعجينة مثل ما موضح بالصورة، يستخدم العجينة متكونة من قطن وكتان بنسبة 40-60% مع استخدام المادة اللاصقة التيلوزة، وتستخدم على جهاز خاص لهذا الغرض، وتسمى هذه العملية طريقة الحقن بالعجينة. عندنا السلايد الثاني مثل الطريقة الثانية اللي هي طريقة الترميم بالورق الياباني، والورق الياباني على عدة قياسات وأحجام، ويتم اختيار اللون والقياس المناسب للورقة. والطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الحديثة المستخدمة بالورق الياباني التقني الحراري، تستخدم هذه الطريقة للمخطوطات التي أوراقها صناعية تتكسر والأحبار تتأثر، لا يمكن استخدام أي مادة سائلة معها، نستخدم هذه الطريقة والورق الياباني التقني. بعد عملية إكمال الترميم وبالورق الياباني أو بالعجينة، يتم قص الزائد من الأوراق وطريقة جمع الملازم والخياطة، نفس نوع الخياطة التاريخية المستخدمة يتم إرجاع المخطوطة تاريخيا. عندنا ترميم الجلود التاريخية، طبعا حسب التوصيات الموجودة مع ترفق توصيات من المختبر الكيميائي مع كل مخطوطة، يتم ذكر هل الغلاف يصلح للترميم أو ما يصلح للترميم. إذا كان يصلح للترميم فيتم ترميمه بنفس نوع الجلد المستخدم، أو صناعة غلاف من الجلد كأن يكون من الماعز أو الأغنام أو الأبقار. بعد عملية التجليد يتم صناعة علبة خاصة للحفظ المخطوطات، وهذه العلبة الخاصة للمخطوطات متكونة من الكرتون القاعدي والقماش الأرشيفي والجلد الطبيعي. بعد عملية إكمال الترميم والعلبة تحفظ المخطوطات في الخزانة. الخزانة متكونة من علب معدنية تحافظ عليها
من درجات الحرارة تكون درجة الحرارة المستخدمة من 18 إلى 20 مئوية، والرطوبة النسبية من 45 إلى 55، الإضاءة تكون من 50 إلى 200 لوكس، وأجهزة التبريد محافظ عليها. عندنا مستقبل حفظ المخطوطات، بما مع تطور التكنولوجيا يشهد مجال حفظ المخطوطات تغييرات كبيرة، مثل تقنيات النانو، تطوير طلاء وعلاجات على مستوى الجزيئات لحماية المخطوطات من التلف البيئي والكيميائي بشكل أكثر أمانا وفعالية. عندنا الذكاء الاصطناعي، استخدام الخوارزميات المتطورة لتحليل المخطوطات واكتشاف النصوص المخفية وتحديد أفضل طريقة للترميم. عندنا المسح الثلاثي الأبعاد، تقنيات متقدمة لإنشاء نماذج رقمية دقيقة للمخطوطات، مما يسمح بدراستها وترميمها افتراضيا دون المساس بالنسخة الأصلية. هذه التطورات تفتح آفاق جديدة في مجال حفظ التراث الثقافي، مما يضمن استمرار وجود هذه الكنوز المعرفية واستمرارها للأجيال اللاحقة. ختاما أشكركم جميعا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ علي على هذا الطرح. الآن مع الباحث الأستاذ علي عبد المحسن حول بحثه الموسوم سبل الوقاية من التلف الفيزيائي للمخطوطات الورقية باستعمال فاتنات وقائية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحثنا يتناول سبل الوقاية من التلف الفيزيائي للمخطوطات الورقية باستعمال الفاترينا وقائية. البحث يعتمد على الصيانة الوقائية. فكرة البحث هي كيفية الحصول على توازن بيئي بين نقل المخطوطة من الحصينة أو من مكان حفظها ضمن درجات وحرارة ورطوبة وضوء إلى عرضها بالمتاحف أو بمراكز للباحثين أو للزائرين. فعند نقلها يكون هناك يجب أن يكون توازن في درجات البيئة للحفاظ عليها. فبحثنا يتناول هذه السبل الوقائية بمحورين. المحور الأول هو عناصر التلف. عناصر التلف هي الفيزيائية والكيميائية الموجودة، مثل العوامل الكيميائية الحامضية وما يصيب المخطوطة من الحموضة نتيجة تعرضها للأضرار البيئية أو أضرار الحبر وعوامل الجو والغبار. أما العوامل الفيزيائية هي ما تشمل الإنسان والرطوبة ودرجات الحرارة والضوء. هذه العوامل عند نقلها ووضعها في مكان آخر يكون عدم توازن بيئي، فلأجل الحصول على أقرب شيء توازن بيئي لها عملنا على صناعة فاترينة. هذه الفاترينة عند عرض بالمخطوطة نوفر بها الجو المناسب الذي يكون قريب من جو الحصينة أو المكان الذي تخزن فيه هذه المخطوطة. لذلك ارتئينا إلى صناعة فاترينة من مواد موجودة ذات كفاءة عالية، من مواد BDF إضافة إلى زجاج مقصى ويمكن تقسيمها. هذه الفاترينة تتكون من عدة أجزاء. الجزء الأول وهو الجزء العلوي، هذا الجزء العلوي يتكون من بعض الأمور التي تحافظ على المادة الأثرية التي يمكن الحفاظ عليها، وهي أنه ارتئينا أن نوضع مروحة تعمل على تحريك الهواء وتغيير الجو داخل الفاترينة. كذلك وضعنا إنارة،
هذه الإنارة مرتبطة بحساس، هذا الحساس يحافظ على شدة الضوء والإنارة داخل الفاترينة نتيجة عدم تعرض المخطوطة أو القطعة الأثرية للضوء بصورة مباشرة، مما يؤدي إلى تأثيرات التقادم الزمني. الجزء الوسطي وهو الزجاج، الزجاج المقصة اختارينا أن يكون واضح حتى تعرض، يكون عرض للمخطوط في أفضل صورتها، وهذا الزجاج مقصة غير قابل للكسر ويكون مشاهد للزائر من جميع الجهات حتى تكون العرض، وقسمناه إلى أكثر من مكان أن تعرض أكثر من مخطوطة فيها. القسم الثالث وهو القسم السفلي، ارتئينا هنا القسم السفلي يكون أهم قسم الذي ممكن إضافة إليه بعض المواد للحفاظ على المخطوطة من التعرضات الخارجية. من هذه المواد هنا المواد أخذنا مواد التحفير التي تعتمد على طرد وعدم إصابتها إذا كان حشرات أو بيئة، وهي مواد معفرة من الزيوت الطيارة. هذه المواد أردنا أنه نستوردها لأن ما موجودة بالعراق، محضرة بطريقة النانو تكنولوجي. هذه توضع في صحن، وهذا الصحن هي مواد معطرة لا تؤثر على الزائرين أو الذين يطلعون على المخطوطة، وتوضع في أسفل القطعة السفلى للفاترينة بعد وضعها مع ثقوب حتى لا توضح للزائر، وتطي فذريحة طاردة للحشرات والإصابات. إضافة إلى ذلك ممكن إضافة مادة ثانية مع المواد وهي السيليكا جل. هذه المادة تعمل على امتصاص الرطوبة في حالة زيادة الرطوبة، تعمل على امتصاصها، وهذه موجودة متوفرة موجودة عندنا في العراق، ويمكن استبدالها كل 3 أو 4 أيام لأن تعمل على زيادة على سحب الرطوبة. وهنا يوضح الشكل هي كيفية عرض المخطوطة داخل الفاترينة، يمكن عرضها وتعريفها ووضعها حتى تكون بوضع جيد لاستلقاء للمجال. إضافة إلى أنه التوصيات والنتائج التي وصلنا إليها من خلال أنه هذا، أنه جميع المؤثرات الخارجية والميكانية تسبب التي يتدخل الإنسان بصورة مباشرة أو بصورة مباشرة والتلف الحاصل نتيجة اختلاف الظروف المعينة بتوفرها في مخازن المخطوطة والوثائق والكتب النادرة، وكذلك تغير درجات الحرارة، فهذه الأمور يمكن السيطرة عليها داخل الفاترينة، تكون قريبة إلى ما مخزون داخل الحصينة حتى لا يكون نؤكد على التوازن البيئي بين المخطوطات. وكذلك ضرورة وجود أجهزة مثل جهاز قياس الرطوبة ودرجة حرارة حتى يكون متابعة مباشرة من قبل المختص لمعرفة مدى التغيرات التي تحصل داخل الفاترينة، واستعمال كذلك المواد المعفرة التي تكون صديقة للبيئة كما ذكرنا الزيوت الطيارة أو أي مادة معفرة ممكن استخدامها التي لا تؤثر على الزائرين أو الباحث أثناء التلقي. وشكرا ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا استاذ علي على هذا الطرح. الآن أترك الفرصة للحضور، أي استفسار أي ملاحظة أي سؤال تفضل. يعني الفاترين اللي سويناها 3 أرفف، ممكن تاخذ تقريبا من مخطوطتين الى 4 وممكن 6. يعني حسب المكان التصنيعها، حسب تريد حجمها، اكو افقية اكو عمودية، حسب اللي تريد المتوفر لك. اذا كان يس احنا في مركزنا مركز ترميم الامام الحسين كنا نعمل به، ففاترينا وحده حسب مساحتنا ارتئينا انه تكون مساحتها تقريبا من 1.5 إلى 2 متر، ونوضع بها تقريبا 4 إلى 6 مخطوطات. العفو يعني قصدي مثلا لو تصير عرضيه افضل مما تصير عموديه اللي شفناها. ممكن تصير عرضيه، العرضيه هي حتى يعني امكانيه العرض تصير اوضح واقرب للمتلقي. ممكن انه استاذ محمد عنده مداخله حول التفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
عذرا اني راح ادخل ويا استاذ علي. نعم. يعني استاذ علي احد اساتذتي من جامعه مصر. اربع سنين هو طالب كان بقسم الصيانه والترميم، انا كنت رئيس قسم الصيانه والترميم، واستاذ علي كان طالب بهذا المشروع. هو عباره عن بحث التخرج ماله وانا كنت مشرف عليه. هاي الفاترينه اللي هو صنعها هي عباره عن بحث تخرج. نعم. هذا كان بحث تخرج، فبالتالي القياسات والابعاد هي عباره عن ابعاد افتراضيه، يعني مجرد ما سواها، وحتى هو عافها بالمختبر مال مختبرات قلقامش اللي موجوده بكليه الاثار جامعه سامراء. هو الرجل يعني هداها للكليه، كمل البحث هذا المشروع ماله كمله وهداه للكليه وعافه واجى. فبالتالي وانترك يعني ما اي اللي موجوده عندنا، موجوده عندنا حاليا حد نستخدمه يعني ما العفو الغايه من الدراسات. اي دراسه يعني الرجل وصل فتشي وسوى يعني سوى فد انجاز يعتبر. نعم. زين ينهمل لو يتطور لا بقول لك احنا مستفادين منه حاليا موجود بالمتحف مال المختبر عندهم ومتحف قلقامش في جامعه سامراء. زين على مستوى المتاحف اللي موجوده متحف المخطوط موجود نسخه اخذتها الفكره من مثل متحف الكفيل بالعتبه العباسيه. نعم. عملوا هيك عمل واخذت الفكره من عندهم، لكن ضفت لها بعض الامور اللي تفيد الصيانه الوقائيه للمخطوطات من اضافه مواد زيوت طياريه او درجه هذا المحرار الموجود لقياس درجه حراره ورطوبه، اضافه الى الحساس، اضافه الى السيليكجل شفتها انه فشي تفيد اذا ازدادت الرطوبه بالمكان. زين يا ترى العتبه اشتغلت بها العتبه العباسيه اشتغلت بها بالاضافات لو بغت على نفس القديم؟ ها يعني اعتقد اشتغلت بها، لان انا اشتغلت من متحف العتبه العباسيه سنه ونص. نعم. كنت اتابع العمل موجوده، ولا يزال الاخوان اللي بعدنا ضمن اختصاص بدوا يتابعون ويشتغلون طول الطرق. العرض موجود، ممكن تطلع من المتحف مال العتبه العباسيه. شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا والثناء الجميل السيد رئيس الجلسة والأخوان الباحثين. حبيب يعني وددت أن أسأل أستاذنا العزيز بخصوص الفاترينات، يعني لو يكون بأنه سيطرة على أجواء القاعة مو يكون أفضل من ما السيطرة على جو الفاترينة بحد ذاته؟ يعني مثل ما لاحظت بمتحف الكفيل أو في المراكز، أنت تدري الدوام ينتهي مو 24 ساعة، فممكن يطفون الكهرباء. نعم. واضح شنو؟ فممكن التوازن البيئي بين الحصينة اللي مستمرة درجات الحرارة ورطوبة مسيطر عليها 24 ساعة، هنا ما موجودة أنه هذا السيطرة. فنحاول إحنا بالفاترينة نخلي مثل حساس الضوء اللي هو يحافظ على درجة شدة الإضاءة حتى لا تأثر على المخطوطة، وكذلك وجود السيليكجل إذا ارتفعت الرطوبة ممكن إحنا ثاني يوم نتابع ممكن نتغير، كذلك وجود المفرغة حتى يتغير الجو داخل. فما ممكن أنا سيطر على الجو الكامل بوجود الزائرين بزيادة درجة الرطوبة أثناء التنفس أو الدخول، كذلك وجود المكيفات. فما أنا أسيطر على محيط حيز محدود هو داخل الفاترينة. يعني أنا أتصور بأنه إذا إحنا نسيطر على شدة الإضاءة، والإضاءة مثل ما تعرف جنابك بأنه كلش الإضاءة مهمة وقوتها يعني درجتها بالنسبة بالنسبة للمخطوطات وبالنسبة كذلك للمعادن، لأنه هاي بعض المرات شدة الإضاءة والانعكاس الضوء رايح يأثر حتى على عرض القطعة. مو بس عرض القطعة، يعني لاحظت خذنا تجربتنا أنه شدة الإضاءة وضعت بعض المخطوطات وتابعتهم بعد سنة. أثناء الفحص باوعت أنه أكو اختلاف بلون الألياف وكذلك الأحبار. فهذه أنا ما أقدر أسيطر على جو المركز، تدري هو متحف للزائرين إلى وقت ينفتح وإلى وقت ينغلق. زين، فحتى ركزنا على أنه الإضاءة ما تكون مباشرة على القطعة الأثرية، إن كانت لأن هاي العضوية خاصة إذا كانت مخطوط أو كانت معدن أو غيره، فحتى وجهنا حتى على لون الصبغ اللي ينصبغ به القطعة الخشبية البي دي اف، ويكون الضوء واختارين اللون الأبيض حتى تكون الضوء بارز ويكون الضوء انعكاسي على القطعة الخشبية ويرجع عليها، والزجاج يوفر الإضاءة اللي هي خارجية. اما الجو الخارجي انا ما اقدر اتحكم به بصراحه.
سؤال مو أخير. لأن حصينة ممكن أنه أنا حاصر ما أخلي زائرين يطبولها. سؤال أخير جنابك دكتور، الشغلة وما بيها إحنا اليوم نقدر نفصل العرض المتحفي بخصوص المخطوطات عن العرض المتحفي يعني بصورة طبيعية؟ نقدر نفصله؟ المتحفي يقصد عفوا يقصد العرض المتحفي يعني نسوي اليوم معرض يعني عرض متحفي قاعة عرض متحفية بس للمخطوطات، بس للمخطوطات على ممكن ونسيطر على أجواءها اللي هي تخص المخطوطات، نتعامل ويا الورق فقط يعني. أي ممكن مو مثل ما لأنه أنت تعرف جنابك بأنه كل شيء معادن الخشب المواد العضوية الغير كلها لها درجات رطوبة وحرارة مختلفة، حتى المعادن أو الأحجار تختلف درجات الحرارة والرطوبة عن المخطوطات. صحيح زين، هو أنا هذا قصدي بأنه إحنا نقدر اليوم نفصل عن نقدر نفصل بأنه نوفر بيئة ملائمة. أي نقدر نفصل يعني لازم أنه نكون نوع العرض. العرض عندي أنا نوع العرض، عندي عرض حر وعندي عرض مقيد. العرض الحر اللي هو اللي تستخدم لي الغير عضوية، أي شيء غير عضوي أنا أعطيه عرض حر أماكن اللي بفاترينا. العرض المقيد اللي هو مقيد بشدة الإنارة اللي تقول عليها الإنارة أنا تسبب لي أكاسيد، هو يقول لك على تغير اللون إن أنا أكاسيد ضوئية لح تدخل، وهاي الأكاسيد الضوئية طبعا بالمناسبة هاي تسوي لي تفاعلات ثانية ولح تسبب لي ايضا بالاخير تسبب لي حموضه. اي مو احنا مره عفوا استاذ مره احنا نقدر نعتمد على الاضاءه الخارجيه ومره نقدر نعتمد على الاضاءه الفاكرين نفسها. نوع العرض اللي عندي، نوع العرض اللي عندي اذا كان عندي انا عندي عرض حر واذا كان عندي عرض مقيد، العرض المقيد استخدم هو اي عينه هي اي عضويه، اي عينه تتاثر هنا العضويه وبالاخص المخطوطات اللي موجوده عندي انا. هنا الإنارة عليها إنارة نوعين، إنارة مباشر وإنارة غير مباشر. هنا الإنارة غير مباشرة أنا أستخدم ويا المخطوط، ما أستخدم وياها إنارة مباشرة. صح. كلها غير مباشرة. عم دقلل التأثير. اللي دا تقول عليه جنابك، أرجع على سؤالك اللي الأولي اللي قلت أنا ليش ما أقدر أسيطر على القاعة كليتها. نعم. أنا طالب بمصر، الماجستير ما تكملته بمصر، أنا كانت دراستي عن التلف البيولوجي اللي موجود بالمكتبة دار باب الخلق. اللي دار المصريه الموجوده هناك باب الخلق، تعرف باب الخلق شلون احنا عندنا ببغداد الشورجه. نعم. فبالتالي انبعاثات كربونات غبار غازات سامه اللي موجوده هناك منطقه التلوثات من ادخل للمكتبه، المكتبه بها كان طابقين، من ادخل الى قسم المخطوطات الاسلاميه اللي موجود بها من قسم الاسلامي المتحف الاسلامي، مسيطرين هم كشكل أولي أو كشكل مبدئي من حيث إيش، من حيث فلترة الهواء فقط لا أكثر ولا أقل، فلترة الهواء. إنما الفاترينات وقياسات درجة الحرارة والرطوبة اللي موجودة خلال ال 24 ساعة، خلال السبع أيام، خلال 30 يوم، خلال 360 يوم بالسنة يتعاملون ويا الفاترينة الوحدة، ما يتعاملوا ويا غير الفاترينة. بالتالي كل فاترينة مربوطة بحساس، وهاي الحساس مربوطة بشكل نيتورك على حاسبات اساسيه تنطيهم الاساس، تنطيهم نقطه الضعف اللي موجوده داخل اي فاترينه موجوده. يعني اضيفا اليك استاذ، يعني اصور انه مقترح انه العتبه العباسيه خلال عرفت انه راح بنايتها جديده للمخطوطات وللمتحف راح يبدي عزل انه المعرض المخطوطات ومعرض القطع الاخرى يمكن، فراح يصير هذا الجانب. السؤال الاخير تفضل. ان شاء الله. السلام عليكم. حيدر حسين من العتبة الكاظمية المقدسة. اهلا وسهلا. الله يخليك دكتور. دكتور العفو، هو العرض بصورة عامة ينقسم، الإضاءة العرض تنقسم إلى قسمين، عرض داخل الفاترينة وعرض خارجي. بس احنا بالمخطوطات نستخدم العرض الخارجي. هاي واحد أنا أسألك عليه، وأرد أسأل على هاي المواد الزيتية العطرية من شنو تتكون؟ الزيتية شكرا. العطرية من مواد طبيعية، يعني مثل زيت حبة ال هذه المواد من مواد طبيعية من أعشاب، يعني مثل زيت النقاع، حبات الشمس، هذني تطحن وتحضر بطريقة نانوية، يعني هنا صعوبة تحضيره. احنا يعني استوردناها خاصة من مصر، جبناها ويانا لان هم يستخدموها وشفنا نجاح عندنا، يعني خليناها بالحصينه بالعتبه الحسينيه، خليناها لا تاثر على المتابع او المرمم او ريحتها طيبه وطارده هي للحشرات للافات اكثر شيء. بالاضافه للفاترينه احنا عندنا مواد اسمها الفاترينه
يعني تلبسها الباتينه بالضبط. اي احنا نخليه يعني نجيب هو هذا مثل ما شفته الصحن وماده نشاف ونخليها نقطر لها وتبقى تقريبا تبقى اسبوعين هذه الريحه محافظه على مكانها وهي ريحه هم طيبه ولا تاثر على اي احد. لا عفوا دكتور اسف. بس احنا ماتنا اصغر يعني ما بيها ساحبه. لا يعني هي الساحبه شيء ضروري انت تدري مرات يخلون فتحات حتى يتبدل الهواء داخل الفاترينات او هذا حتى الدخول. احنا اضافه لهذا نخلي المروحه حتى يتغير الهواء الداخلي حتى يعني لا يصير اضرار على المخطوطه. احنا مو تعال بس الله يخليك على سريع لان وراي جلسه. تفضل. شكرا جزيلا. لان ثلاث بحوث مترابطه من اجراءات وقائيه من تحديد مخاطر. هذا الاجراء يعني يعود الى متابعه اللجنه العلميه في المؤتمر انه خلوا الجلسات ما شاء الله عليهم مترابطه. هي هذه يعني ما يميز الجلسات العلميه. اجراءات وقائيه وانواع المخاطر ومعالجتها والصيانه الوقائيه. صيانه وقائيه وابتكار جديد يعني مطروح الموضوع. بعض الاستاذ علي بالترميم دائما توصياتهم انه حفظ الوثائق ان ما يكون هناك تهويه مفرغات. اعتقد اكو هيك نصائح. وقضيه الاضاءه اكو شيء قد يكون بعض المداخله بها بعض الاختلاف مع استاذ علي. انتم اثنينكم علي ان شاء الله. فيا ريت توضحون لنا هذا الشيء. اكو بعض الجهات تقول لا ما يصير بحفظ الوثائق والمخطوطات هناك مفرغات. هذه لازم اجهزه سحب. هذه في داخل الحصينه. يا ريت توضحونها انت استاذ علي هاي المداخلات بينات. هاي يعني اريد الاجابه السريعه. اي يعني اذا داخل الحصينه ما موجوده مفرغات ما نخلي مفرغات. الحصينه الكبيره اللي نخلي بها نخزن بها المخطوطات مو داخل الفاترينه. الفاترينه هي مفرغه صغيره لتبديل الهواء داخلها. عذرا استاذ عذرا استاذ. اجواء الحصينه المستخدمه لخزن المخطوطات اللي هي تكون درجه النقاوه بها تقريبا 99 الى 100%. اجهزه التبريد خاصه يعني يجي الهواء للمخطوطات او لاجهزه الموجود داخل الخزانه مفلتر من الفطريات من الحشرات من فما مو من الصحيح ان اخلي مفرغه داخل الحصينه لان هذا الهواء عندي نقي. من اخلي مفرغه راح يسحب لي هذا الهواء يطلع للخارج ويجيني هواء مو نقي يعني للغرفه متحمل بالغبار متحمل بسبورات الفطريات ببيوض الحشرات كل شيء يحمل الاتربه. فالاجواء الموجوده بغرفه الخزينه عباره عن هواء نقي 100%. استاذ ممكن الاطلاع على البحث يعني جاهز ومقبول للنشر ومنشور بالوقاعة ممكن تستفاد من عنده. شكرا جزيلا. لكن اريد ان اقول كلمه بحق يعني الاستاذ بهاء مو انا بديت الجلسه مالتي 5:10 4:10 يعني انتم ماخذين مني 10 دقائق بس كلمه تقال بحق استاذ محمد واستاذ علي انه يعني بينوا لي دور الطالب والمشرف من البكالوريوس وهذه امانه النقطه انا جدا ممنون من عندهم انه الاستاذ المشرف وطالب الدراسات الاوليه يعني بحث تخرج ان بصراحه هو بمكانه براءه اختراع لان ما حد اشتغل وراه. فشكرا جزيلا شكرا حتى المشتركين وياي بالبحث دكتور انمار ودكتور روف هم ظل اثنين كانوا طلاب. الله يبارك فيكم. اليوم بنص طلاب بنص هن ان شاء الله. الله يبارك. الله يبارك فيك. الان فقط اسمح لي دقيقتين اوزع لهم الشهادات. حسد موجود. الآن يتفضل رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور علي عبد الصمد لتوزيع شهادات المشاركة على السادة الباحثين. مع المدرس المساعد رؤوف عبد الرزاق نوري.
الباحث الأستاذ علي محمد جاسم عباس. دكتور علي. والباحث علي عبد الناصر. يتفضل الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صالح إسماعيل لتقديم شهادة الشكر والتقدير إلى جناب الدكتور الأستاذ الدكتور علي عبد الصمد. تكريما وعرفانا منا على إدارة هذه الجلسة. يتفضل أيضا الأستاذ الدكتور محمود صالح إسماعيل على إدارة الجلسة المسائية الثالثة. دكتور عفوا على راحتك. شكرا شكرا جزيلا دكتور علي الصمد. كما جبتوا زهير كم الشهاده على بركة الله. نفتتح الجلسة المسائية الثالثة لهذا اليوم والتي سيترأسها الأستاذ الدكتور محمود صالح إسماعيل من جامعة الموصل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة على بركة الله نبدأ الجلسة المسائية الثالثة، وعدنا في هذه الجلسة بحثان. البحث الأول بعنوان منظور جديد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في رقمنة المكتبات، تقدمت به الأستاذ المساعد دكتورة هالة غالب الناهي والأستاذ الدكتورة زينب علي خلف والأستاذ المساعد دكتور عدي بشير عيسى. والبحث الثاني هو تدريب اختصاص المعلومات على ممارسة التقنيات والمعايير الحديثة في المكتبات الفهرسة باستخدام معيار RDA للأستاذ الدكتور محمود صالح إسماعيل والباحثة المدرس المساعد رنا غانم. فليتفضل الباحثون لإلقاء بحوثهم. طبعا الأستاذ الدكتورة هالة غالب أستاذ مساعد، هي رئيسة قسم المكتبات وتقنيات المعرفة في جامعة البصرة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في المعلومات والمكتبات من الجامعة المستنصرية، لديها الكثير من البحوث أكثر من 32 بحثا، لديها نشاطات عديدة ومحاضرات في مراكز التعليم المستمر وإشراف على طلبة الماجستير والدبلوم العالي في جامعة البصرة. فلتتفضل لإلقاء بحثها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتخبين الميامين. أشكر الله الذي أتاح لي هذه الفرصة بأن أكون في محفل علمي في أقدس منطقة في العراق، هذه المنطقة ومع أستاذي الأستاذ محمود الذي هو المنار النبراس اللي كان يضيء لنا بأعماله العلمية وبحوثه. وأشكر السادة الحضور وعلى زملائي الذي شاركوني في البحث. البحث
طبعا انكتب باللغة الإنجليزية، لكن احنا راح ان شاء الله نقدمه باللغة العربية عن المنصات الاجتماعية. منظور جديد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات ورقمنته في المكتبات الجامعية. اول ما راح نتناول في البحث عن تكنولوجيا المعلومات والمكتبات التقليدية، المشاكل التي تواجه المكتبات التقليدية، المكتبات الرقمية ومزاياها، الجامعات المحلية والرقمنة التي سادت بها، المستودعات الرقمية الدولية للمكتبات، والجانب العملي والمناقشة والاستنتاج. لا يخفى علينا تكنولوجيا المعلومات بعد الانفجار المعلوماتي الواسع الذي أصبح على جميع على جميع مصادر المعلومات واللغات المتعددة في المجال العلمي، صارت عندنا نتيجة كثيرة من المصادر، يمكن يصير انفجار معلوماتي. ظهرت عندنا التكنولوجيا المعلومات. التكنولوجيا المعلومات كانت بداية لإشعاع جديدة برقمنة المصادر المعلومات ورقمنة البيانات الضخمة اللي وصلت بها من المصادر المعلومات. وإحنا نعرف أي علم يطلع أو أي معرفة جديدة تكتب في جميع اللغات وتكتب في عدة أوجه منها. فأجت لنا التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة استطعنا أن ننظم البيانات الضخمة. المكتبات التقليدية كنا نعرف هي مجموعة مادية من المصادر المعلومات التي تكون لها مكان معين حتى تخزن هذه المصادر المعلومات. بيها مشاكل عديدة، هي المساحات الواسعة، عدد الموظفين والموظفين المؤهلين، الموظفين اللي يكون يحتاج إلى هواية تنظيفات، لأن الأتربة ومثل ما قالت الجلسة القبلنا الجراثيم اللي تأديها، أماكنها تكون بعيدة، الإضاءة تكون المستفيد يريد إضاءة كبيرة، لكن الإضاءة تأثر على مصادر المعلومات. اتجهت الاتجاهات الحديثة بالرقمنة للمكتبات. المكتبات الرقمية كنا نعرف بدت من المكتبات التقلية تحولت إلى المكتبات الإلكترونية، بعدين من وضعت عندنا الانترنت صارت عندنا مكتبات رقمية ممكن أن أي أحد يستخدمها بأي وقت، وعدد كبير. بالمكتبات التقليدية ممكن أن نستعار 4 كتب 5، المكتبة الرقمية ممكن أن نطلع مئات الكتب في نفس الوقت وبأي وقت. هي أدت بها من مزايا سهولة الوصول، تقليص الموارد البشرية، لأن بس مجرد أن ننطي تدريب للموارد البشرية سواء كانوا من العاملين أو المستخدمين، ممكن المستخدم يمكن أن يستخدم المكتبات الرقمية، يجب أن تكون هناك تدريبات. طريقة الفهرسة مثل ما كانت بالجلسة الأولى حتى الأساتذة عن الفهرسة وكيفية فهرستها من الفهرسة التقليدية صارت مارك، وبعدين تطورت RDA المحاضرين والطلاب الدراسات العليا. أنا ممكن الطالبة الدراسات العليا حصلت على 3000 مصدر أكثر رقمي كله PDF. الأوبئة مهمتهم حكوا عنيها بالجلسة اللي فاتت. من احنا كنا بداية التطور للمكتبات الرقمية، اجت لنا جائحة كورونا، صارت عندنا يعني احنا من الشعب اللي نحتاج واحد شلون عصف ذهني بالعمل. فمن اجت جائحة كورونا صار عندنا التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني شجع المستفيدين والطلبة والأساتذة أن يطورون ثقافتهم التقنية. من هالتطوير الثقافة التقنية أصبحنا التعليم المدمج جت لنا هواية شغلات بيها. هذا مثال عن الجامعات المحلية والرقمنة. عندنا بالبصرة المكتبة المركزية حازت على إدخال مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات، وثاني مكتبة هي مكتبة كلية الآداب والبقية من المكتبة. المستودع العراقي الرقمية وخير مثال هو مستودع العتبة العباسية اللي ينطينا الأطاريح والرسائل الجامعية، اللي يعتبر أضخم مستودع يحتوي على 120 عنوانا من الأطاريح المناقشة. وبالسنة 2016 كانت إضافة جديدة للعتبة العباسية، يسجلون حتى الأطروحة، المجرد بس تسجيلها
بعدها يعني الطالب ما كاتبها، وإنما مجرد أنه ثبت العنوان للأطروحة إليه، فكانوا الحفاظ على التراث والحفاظ على عدم تكرار الرسائل كانت موجودة. وهي كانت تعتبر مقسمينها حسب الجامعات وحسب السنة وحسب الدرجة العلمية. مستودعات الرقمية للمكتبات عندنا جرين ستون. جرين ستون كنا نعرفها هي مجموعة من البرامج أو حزمة برمجية مفتوحة المصدر، تحتوي على مجموعة من المكتبات الرقمية، ممكن أن تكون بيرسوناليتي وممكن أن تكون بيبل. هاي المشروع أنطى للمكتبة، كانت بالبداية من مكتبة اليونزلدية، لا تسمح لي أشرب ماي، في جامعة واكايو، وتطورت هذه المعلومات مالتها تكون أكثر أمان، ما ممكن أي واحد يخترقها، بيها أمان، أمان للمؤلفين، بيها تحافظ على العفو النتاج الفكري المؤلف. المستودعات الدي سبيس، دي سبيس هو المستخدم العتبة العباسية المقدسة، خير مثال يستخدم لإدارة وتخزين المحتوى الرقمي. هذا المستودع يمكن لموظفي إدارة المحتوى الحفاظ على المحتويات والعمليات البحثية والتعليمية والإدارية. مستودع دي سبيس التعليمي عدد من الفوائد للمؤسسات مثل الإدارة، نشر المواد، حفظ التأليف ونشر المؤلفين، نشر المعلومات، إضافة إلى الاستشهادات وتصنيف في الجامعات العالمية. بدأت دراستنا الحالية، الدراسة الحالية عدينا استبيان قدمناه إلى 575 مستفيد، كانت عدد من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية والموظفين بالجامعات العراقية، يعني بجامعة البصرة والجامعات العراقية والجامعات الأجنبية الأخرى. كانت عدد الأسئلة 11 سؤال، التدريسين 241، العينة مالتهم الدراسات العليا 35، الدراسات الأولية 253، الموظفين 46. كانت العينة من عندنا 476 من جامعة البصرة، أما البقية من باقي الجامعات. أول المحور اللي هو هل استخدمت المنصة العالمية للبحث، كان عندنا 49% أنهم مستخدمينها، و 24% غير مستخدم، و 27% مع الأسف ما يعرفون أن أكو منصة، أكو منصات. هذا يؤدي إلى عدم المعرفة، الجهل، ماكو تثقيف بهاي الشغلات بالمنصات، ما يعرفونها، لا أكو توعية بيها. المستخدمة المكتبة الرقمية، هل تعرف أشهر المستودعات الرقمية؟ عندنا مستودع إي برينس حاز على 5%، مع الجرين ستون حاز على 5.5%، دي سبيس حاز على 7%. اللي ما يعرفون أكو مستودعات، مع كل أسف حازت على 67%. اللي أكو يعرفون أكو مستودعات بس ما يردون يستخدمونها حازت على نسبة 26%. طبعا هذا اللي يعرف وما يعرف يستخدمها، أقول ما يريد يستخدمها، مو ما يريد يستخدمها، لأن إحنا دائما نعرف إحنا بلد العلماء والأدباء، ومعروف على العراق إيش قد احتوى من علماء وأدباء وأهل بيت والصحابة، احتوى هواي، بس إحنا ما عندنا ثقافة ولا جاي نثقف الناس على كيفية استخدامه ولا كيفية. وإحنا من النوع الشعب المر بحصار يخاف لا يستخدم الشيء ويخربه، فعندنا هاي المخوفة. إحنا لو نكسر هذا الحاجز، الحاجز الرقمي، الحاجز الإلكتروني من عندنا، يصير لا استخدام أكثر. بالعكس، راح رأسا نلتجئ لأي معلومة، نلتجئ إلى المنصات الإلكترونية. المحور معدل استخدام موقع المكتبة الرقمية بالنسبة للمشترك، سألنا إيش قد تحب تستخدمها، شنو تشوفها إنك استخدامك شهري، سنوي، يومي، المونتلي انطانا نسبة 31% العفو الشهري، والأسبوعي نسبة 19%، اليومي نسبة 4%، واللي ما يستخدم مع كل أسف 46%. اللي
عندهم نظرة مستقبلية، سؤال نظرة مستقبلية بأنه يستخدمها إذا كانت وفاة بجامعته. لقينا عدد كبير من المستفيدين من الطلبة والأساتذة يحبون أن يستخدمونها بس ما يعرفون، يردون دليل توعي، يردون محاضرات، يردون توجيه كيفية الاستخدام، يردون تتوفر أجهزة، تتوفر نت قوي، شبكة الانترنت تكون قوية حتى يستغل الوقت، مو يبقى ساعة على مود يبحث عن شيء معين. ما يحب اللي يستخدمها كان يعني 24، احنا بالنسبة عندنا 24 عدد كبير، فإن شاء الله إذا توفرت البنية التحتية نقدر نعالج هاي النسبة ونخليها مثل ما تقول اللي ما يعرف بيها اللي هي 2%. من سألناه هل ترغب في زيارة عدد المكتبات، لقينا بأن 58% يرغبون بزيادتها، إذن أكو توعية بيها. بعد ما سألنا السؤال يجوز دخلوا على النت، دخلوا على اليوتيوب، عرفوا شنو قيمتها، عرفوا شلون يردون يستخدمونها، صارت عندهم معلومات عن الاستخدام، فقالوا كلش جيدة، كلش مهمة العفو، very necessary ب 58%، واللي قالوا وسط بأنها 36%، اللي شافوها أنها غير مهمة هي 6%، نسبة قليلة، بس نأمل أن تكون نعلمهم على التقنية الحديثة. أحيانا أكو عدد من الطلاب ترى ما عندهم أجهزة ولا عندهم إمكانية يشترون أجهزة إلكترونية، فهي شلون نعالجها؟ نعالجها بأن نوفر، الجامعات توفر مختبرات، الجامعات توفر مختبر مركزي بيكون مجاني أو لقاء مبلغ بسيط، فد حتى لو 500 دينار يكون مبلغ بسيط اللي يستخدم بها الطالب. ظهرت الدراسة بعدد من النتائج، النتائج تنص على أهمية المكتبة الرقمية في دعم الأنشطة الأكاديمية بمختلف مستويات التعليم العالي، ضرورة إنشاء منصات رقمية سهلة الاستخدام، وتوفير تدريب شامل لجميع المستخدمين، وضمان الوصول العادل إلى جميع الموارد من قبل مختلف المستويات الأكاديمية والمؤسسية. النقطة الثالثة، يمكن دراسة تأثير التحسينات المحدثة على المكتبات الرقمية على المستخدم، التأكيد على دمج المكتبات المحلية بالمستودعات الرقمية والدولية دي سبيس، والتي سيكون لها أثر كبير على المؤسسات العراقية من حيث زيادة تصنيف الجامعات بناء على فهرسة الويب. احنا نعرف كنا الجامعات كل سنة تدخل بالتصنيف العالمي. شكرا لحسن اصغائكم، شكرا رئيس اللجنة. شكرا للدكتورة هالة على التزامها بالوقت، وخلصت قبل انتهاء الوقت الحقيقة. الآن ننتقل إلى البحث الثاني، وهو تدريب اختصاصيي المعلومات على ممارسة التقنيات والمعايير الحديثة في المكتبات الفهرسة باستخدام معيار RDA. طبعا راح تقدموا طالبتي السيدة رنا غانم اسماعيل محمد، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الموصل كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة عام 2011-2012. طبعا هي قبلها حاصلة على الدبلوم الفني من المعهد التقني في الموصل، ومتعينة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل منذ عام 1999، وهذه السنة حصلت على شهادة الماجستير أيضا في المعلومات وتقنيات المعرفة. اشتركت في العديد من الدورات في الفهرس العربي الموحد وأخرى فردية في مجال الفهرسة وقواعد البيانات والحاسوب، فلتتفضل لإلقاء البحث. بداية أشكر دكتور محمود على التقديم الرائع، وأشكر يعني أعتز بالتجربة اللي مريت بها اللي يعني مشاركتي بهذا المؤتمر. حقيقة إحنا يعني ارتئينا أنه نحكي على الهوية الجديدة للمكتبيين بعد استخدام المعايير الجديدة في أقسام المكتبة كافة، ولكن بالخصوص في مجال الفهرسة بشكل خاص.
بعد ظهور المصادر الرقمية وتعدد أشكالها وتعدد تجسيداتها تغيرت مهام المكتبي أو أمين المكتبة من مهارات فنية وتصنيف وفهرسة وفهرسة خطية إلى فهرسة إلكترونية، خصوصا بعد تغيير القواعد من قواعد الـ AACR2 إلى قواعد الـ RDA. والـ AACR2 اللي كانت ترتكز على التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي، وارتكاز القواعد الجديدة الـ RDA على المتطلبات الوظيفية للتسجيل الببليوغرافية التي أعطت ترقية للتسجيلة لكي تهتم بالعلاقات بين تسجيلة وتسجيلة وبين قاعدة بيانات وقاعدة بيانات التي تحتوي على أكثر من تسجيلة. حقيقة قواعد الـ RDA تتطلب تدريب من قبل مهنيي المكتبة، لأن إحنا يعني كانت كتجربة، أحكي كتجربة، مهما الإنسان أشقد ما يقرأ أو يقرأ مصادر أو يطلع، إذا ما يمارس تدريب فعلي عملي ما راح يخطأ ويرجع يصلح الغلط ويرجع يستفاد ويرجع يمر ويسأل ويكون عنده خبرة أكبر مما أنا لو بس أمسك الكتاب وأقرأ. فالتدريب المهني واللي يعني الجلسة الصباحية يعني أيضا ذكروها كان يعني لابد منه. المهني المكتبي حاليا لا يمكن أن يقف أمام أنه أنا خائف، أنا معتزل، أنا ما أطيق أستخدم الحاسوب. أنا يمكن دكتورة نعيمة وضحت هذا الشيء بشكل مفصل. وحاليا قواعد الـ RDA بما أنه يعني صدرت قواعدها على شكل إلكتروني عبر الويب واللي هي الـ RDA Toolkit، والتي تحتوي على قواعد الـ RDA يقابلها قواعد الـ AACR2، يعني كل مثال بالـ RDA يقابلها قواعد للـ AACR2، وهذا كله إلكتروني. لم نعد نحتاج إلى قواعد مطبوعة نفتحها ونستخرج منها قاعدة قاعدة، وإنما أصبح العمل إلكتروني. أنا لأشترك بقواعد الـ RDA Toolkit ومن ثم أستفاد من القواعد الموجودة من خلالها. حقيقة أنا تدريب يعني عندي وجهة نظر أو بعد البحث والدراسة اللي عملتوها، ما ممكن أنا أتدرب على الـ RDA إذا ما يكون عندي فهم عن المتطلبات الوظيفية للتسجيل الببليوغرافية، لأن هي التي ترتكز عليها هذه القواعد. هاي المتطلبات تعتمد على العلاقات. حاليا نحن ما عندنا فهرس وإندكس وبطاقة يعني بطاقية أو على شكل ورقي، وإنما أصبحت قواعد البيانات مخزونة على الحاسبات ومن ثم متاحة على الإنترنت. الخطوة القادمة اللي الكل يسعى لها هو إتاحة فهارس المكتبات على الخط المباشر. هاي الخطوة حتمت علينا التحول إلى قواعد الـ RDA والتدريب عليها، لأنها هي الجسر الذي وصلنا للبيانات المترابطة التي راح تربط العمل بتجسيده بتعبيره، يعني العمل تعبيره بكم لغة تعبر عنه، بكم تجسيد قد يكون إلكتروني فيديو، هذه كلها راح ترابط في يعني راح تسترجع في مكان واحد. سابقا كانت الـ AACR2 تخلي المصدر في حدة وتجسيداته في حدة، قد يكون معانه قرص زائد قرص، ولكن القرص يفهرس لوحد والكتاب المطبوع يفهرس لوحد. حاليا باستخدام الـ RDA وبعد استخدام البيب فريم اللي هو بديل عن مارك والوصول إلى البيانات المترابطة، راح يكون هناك استرجاع للمصدر وكل تعبيراته سواء كان باللغة الإنجليزية العربية بأي لغة، بالإضافة إلى التجسيدات، قد يكون مطبوع، قد يكون مصدر إلكتروني، قد يكون فيديوي، وكذلك مع عدد النسخ اللي هو قد يجي عدد النسخ قد يجي بمصطلح عنصر أو مفردة أو نسخ. الحقيقة
قواعد الـ RDA اعتمدت على فيربر، واعتمدت على فيربر الفيكشنال ريكوايرد من بيبليوغرافيك ريكوردز، التسجيل البيبليوغرافية، التسجيل الوظيفية للبيانات البيبليوغرافية، والتسجيل الوظيفية للبيانات الاستنادية واللي هي فريد، والتسجيل البيبليوغرافية للبيانات الاستنادية للموضوع. هذول كانوا كل واحد على واحد. المبادرات الجديدة اللي ظهرت انه انجمعت هذه المتطلبات في متطلب، في نموذج مفاهيمي واحد اللي هو نموذج المكتبة المرجعي، لكي يتلائم مع القواعد الجديدة واستخدامها بشكل آلي اللي هي RDA Toolkit. RDA نتج عنا انه انا ما بس امسك افهرس الكتاب، وانما تحليل، نتج عنا تحليل لل موضوع ومن ثم نمذجته. استخدمت المتطلبات الوظيفية نموذج العلاقة بين الكيانات اللي هي تقسم الموضوع إلى موضوع ويطلع منه، يعني نظهر منه خصائص ومن ثم علاقات. من خلال هذه العملية راح يتم استرجاع أكبر للمواضع. والموضوع طبعا يطول، أنا إذا أحكي عنه يعني ما أتوقف، ولكن أنا اللي يهمني من الموضوع يعني اللي أنا قدمتونه أنه الـ RDA تعتمد على نموذج المتطلبات الوظيفية، تسجيل البيبليوغرافية، الذي قسم العمل إلى 4 كيانات اللي هو العمل، التعبير، التجسيد، العنصر. من خلال هذه الكيانات أنا راح أربط كل ما يتعلق بالمصدر، يعني راح أسترجع المصدر وراح أسترجع المصادر ذات الصلة. لذلك أنا أقول يعني دراسة القواعد البيانات لكي يعني أصل إلى العلاقات، يعني هذا شيء مهم، ويعني أفضل أنه أكتفي لهاي لحد إذا فد يعني كملت النتائج. بما أنه إحنا يعني مركزين على تدريب المهنيين، النتيجة الأولى أنه مهارات اختصاصي المعلومات محدودة مرتبطة بالتعاون مع المستفيدين والحاسوب والبحث في أدوات تخزين واسترجاع المعلومات والتعامل البسيط مع الإنترنت. ما أكو عد المهنيين، يعني أنا ما أحكي بشكل عام لأن أكيد أكو متمكنين، ولكن يعني أكو لحد هالساعتة ما يقبلون يتعاملون مع الحاسوب والمصادر الرقمية وكيفية تخزينه وكيفية استرجاعه. لذلك فالمهارات محدودة. البرامج التدريبية لاختصاص المعلومات ضعيفة في الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، خصوصا بعد الاندماج الحاصل بين التخصصات. طبعا احنا من ضمن التدريبات اللي حصلنا عليها هي التدريبات المقدمة من قبل مركز الفهرسة التابع لنظام العتبة العباسية المقدسة، اللي قدم لنا تدريبات بشأن الـ RDA وفعلا استفدنا منه، وكانت تجربة جدا ناجحة. ضعف الاستخدام الشامل للوسائل التكنولوجية في كل الوظائف المكتبية، فضلا عن ضعف الاشتراك في الشبكات التعاونية المتاحة عبر الانترنت، وهذه نتيجة جدا مهمة لأنه الاشتراك في الشبكات هو جدا مهم، لأنه ينطي دعم فني بالإضافة إلى التدريب. بالإضافة إلى التدريب يمكن أنه أحصل على دعم فني، أسئلة، أجوبة، ضبط استنادي، يعني شغلات يطول شرحها. قلة وجود تشارك معرفي للعاملين عامة واختصاص الفهرسة خاصة، والذي من شأنه تمكين الموارد البشرية من التفاعل والتواصل في تطبيق المعرفة الجديدة. شكرا جزيلا. شكرا للباحثة رنا على هذا الإيجاز لبحثها. والآن يعني جئنا على نهاية هذه الجلسة، وفي الختام يعني أود أن أشكر العتبة العباسية والعاملين فيها على تنظيم هذا المؤتمر الناجح، وعلى حسن الضيافة والاستقبال الذي لمسناه لديهم. طبعا أنا هاي المرة الثالثة أشارك في المؤتمرات التي عقدتها العتبة المقدسة،
ونحن في ظل الإمام العباس عليه السلام ونتبارك بأنواره وأنوار آل البيت الأطهار. وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن توزيع الشهادات على المشاركين. نعم تفضل دكتور. الأستاذ المساعد الدكتور غالب الناهي. عذرا هالة غالب الناهي. أستاذ مساعد دكتور عدي بشير عيسى. مدرس المساعد رنا غانم اسماعيل الراوي.